طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. نحن ما زلنا في دليل وجود الله تعالى من كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، في القطب الأول في الدعوة الأولى، وهي وجوده تعالى وتقدس. بدأنا نتكلم في المجلس الماضي في هذا الموضوع، وقلنا وجود الله تعالى مبني على دليل مركب. هذا الدليل مركب من مقدمتين: المقدمة الأولى العالم حادث، والمقدمة الثانية كل حادث فله سبب أو له محدث. إذن العالم له محدث. المقدمة الثانية كل حادث فله سبب، قال الإمام الغزالي هذه ضرورية أولية لا تحتاج إلى استدلال، بمعنى أنها تحتاج إلى شرح المفردات فقط. يعني إذا فهم معنى حادث وفهم معنى محدث أو سبب، فهو يتيقن بأن كل حادث له سبب، لأن الحادث كما قلنا كان معدوما صار موجودا، يعني يقبل الوجود ويقبل العدم، هو في نفسه يقبل الوجود ويقبل العدم. فلماذا يترجح العدم مرة ولماذا يترجح الوجود مرة؟ فلا بد من مرجح، لا بد من سبب، لا بد من فاعل، لا بد من محدث. إذن هي مقدمة أولية لا تحتاج إلى استدلال، وإنما تحتاج إلى تحليل المفردات فقط. وقفنا عند الأصل الثاني، عند قوله: فإن قيل بما تنكرون على من ينازع في الأصل الثاني، وهو قولكم إن العالم حادث. نعم، يعني المقدمة الأولى العالم حادث وكل حادث له محدث، فالأصل الثاني يعني هنا يكون الأول، إلا إذا رتبنا الدليل بالعكس. يقول: بما تنكرون على من ينازع في المقدمة الثانية، وهي إن العالم حادث. الأولى ضرورية فهمنا، كل حادث له محدث ضرورة، لكن الثانية العالم حادث فيها خلاف طويل بين العقلاء ومنهم الفلاسفة، فهي ليست ضرورية، فقد تنازعون في ذلك. فنقول: هذا الأصل ليس بأولي، بل نثبته ببرهان منظوم من أصلين آخرين. هذه المقدمة وهذا الأصل ليس ضروريا، لا يدرك بداهة، لا يدرك دون استدلال، بل نثبته بدليل مستقل، وهذا الدليل يتركب من أصلين، من مقدمتين. نعم، وهو أننا نقول: إذا قلنا إن العالم حادث، أردنا بالعالم الآن الأجسام والجواهر فقط. نعم، العالم الذي نعيش فيه الآن، ربما يوجد عوالم قبله شيء آخر لا نعرف، لكن العالم الذي نعيش فيه اليوم هذا العالم مركب من نوعين من الحوادث، وهما الأجسام والأعراض. وهذا قد ثبت بالاستقراء، ومن يعني شكك فيه فليأتي بشيء ثالث لنثبت له أنه حادث أيضا. يعني إمكان وجود شيء ثالث لا يعني نفي الحدوث، لأنه من يدعي وجود شيء ثالث فليأتنا به، ومطلوب منا أن نثبت حدوثه. لكن بحسب استقرائنا العالم هو أجسام وأعراض، فإذا أثبتنا حدوث الأول وحدوث الثاني ثبت حدوث العالم كله. نعم، قال: إذا قلنا إن العالم حادث، أردنا بالعالم الآن الأجسام والجواهر فقط. فنقول: كل جسم فلا يخلو عن الحوادث، وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. فيلزم منه أن كل جسم فهو حادث، ففي أي الأصلين تنازع؟ ففي أي الأصلين النزاع؟ إذن بدأ يقول أن العالم حادث، هذه المقدمة تحتاج إلى إثبات مستقل، نثبتها بأصلين، وهو أن العالم أجسام وأعراض، الأجسام حادثة والأعراض حادثة، إذن العالم حادث. الأجسام حادثة تحتاج إلى إثبات، فالأجسام حادثة يقول أنها لا تخلو، كل جسم فلا يخلو عن الحوادث، وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. إذن النتيجة كل جسم حادث. قال: في أي أصلين تنازع؟ في أي أصلين النزاع؟ نعم، فإن قيل: لما قلتم إن كل جسم أو متحيز فلا يخلو عن الحوادث،
يعني المقدمة الأولى. المقدمة الأولى كل جسم لا يخلو عن الحوادث. نعم. قال لما قلتم إن كل جسم أو كل متحيز لا يخلو عن الحوادث؟ المقدمة الأولى تحتاج استدلال، تحتاج إثبات. قلنا لأنها لا تخلو عن الحركة أو السكون وهما حادثان. يعني كانوا يقول هذا بالمشاهدة، أنه كل جسم لا يخلو عن الحوادث بالمشاهدة، أنه لا يخلو، كل جسم لا يخلو عن الحركة أو السكون. نعم. فإن قيل ادعيتم وجودهما ثم حدوثهما، وجود ماذا؟ الحركة والسكون، ثم حدوث الحركة والسكون. يعني أنت قلت كل جسم لا يخلو عن الحوادث، ما الدليل؟ أنه لا يخلو عن الحركة والسكون. يعني أنت تفترض الحركة والسكون موجودتان، موجودان، ثم أنت تفترض أنهما حادثان حتى يتم الكلام. كل جسم لا يخلو عن الحوادث، هذا المقدمة، كل جسم لا يخلو عن الحوادث. نعم. ما الدليل؟ قال أنه لا يخلو عن الحركة والسكون. فواحد يقول أصلا هل الحركة والسكون موجودة؟ نعم. لا يتم كلامك إلا إذا أثبت أن الحركة والسكون موجودة. ثم لو فرضناها موجودة، هل هي حادثة حتى تكون هذا دليل على قولك كل جسم لا يخلو عن الحوادث؟ تمام، هو لا يخلو عن الحركة والسكون، لكن لعلها ليست حادثة. نعم. فيعني يحتاج هذا إلى إثبات، إثبات الوجود وإثبات الحدوث. نعم. قلنا هذا سؤال قد طول الجواب عنه في تصانيف الكلام، في كتب الكلام طولوا مناقشة هذه المسألة، وجود الحركة والسكون، أو بين قوسين يعني وجود الأعراض وحدوث الحركة والسكون أو حدوث الأعراض. وليس يستحق هذا التطويل، فإنه قط لا يصدر عن مسترشد، فإنه لا يصدر عن طالب للرشد يعني للحق للهداية، لا يصدر عنه أبدا هذا الكلام. إذ لا يستريب عاقل، لا يستريب يعني لا يشك من الريب وهو الشك، إذ لا يستريب عاقل قط في ثبوت الأعراض في ذاته من الآلام والأسقام والجوع والعطش وسائر الأحوال ولا في حدوثها. يعني يقول هذا محسوس، دليله الحس، وجود الأعراض ثم حدوث الأعراض أيضا دليله الحس، الإنسان يشعر به بنفسه. نعم. في ذاته. نعم. قال لا يستريب عاقل في ثبوت الأعراض في ذاته، مرة يجوع، مرة يعطش، مرة يتعب، مرة يمرض. قال هذه هي الأعراض، وهي موجودة وهي حادثة، لأنك تشعر ببدايتها ونهايتها، لا تشعر بالمرض على الدوام، وإنما تشعر بحدوث المرض في لحظة ما، ثم حدوث الشفاء، نهاية المرض وحدوث الشفاء وهكذا. قال وكذلك إذا نظر إلى أجسام العالم لم يسترب في تبدل الأحوال عليها وأن تلك التبدلات حادثة. يعني نرى أجسام من حولنا، نرى هذا الجسم متلون بلون، ثم نراه قد تلون بلون آخر، نرى هذا الجسم متحرك ثم نراه قد سكن، نرى هذا الحيوان، حيوان غير الإنسان، مريضا ضعيفا ثم نراه قويا، ثم نراه رجع إلى الضعف مرة أخرى، وهكذا الأمثلة كثيرة. وأن تلك التبدلات حادثة، إذن هي موجودة محسوسة وحادثة لأنها تتبدل من حال إلى حال. يقول وإن صدر من خصم معاند فلا معنى للاشتغال به، لأن المعاند إذا سفسطائي يعني ينكر كل شيء حتى ينكر وجود نفسه. نعم. ينكر يعني ذاته، فهذا لا مجال للكلام معه. قال وإن فرض فيه خصم معتقد لما يقوله فهو فرض محال إن كان الخصم عاقلا. يقول أما أن نفرض أن هناك من يدعي، من ينكر وجود الأعراض وهو مقتنع بذلك، معتقد بذلك حقيقة، وهو عاقل، يعني معتقد عقليا بذلك بطريقة عقلية، قال هذا لا يوجد أصلا، لأنه حتى
Yani i'tikaduhu bizalik huve aradun minel arad. Yani tefkiruhu fil mesela huve aradun minel arad. فإن أنكر وجود الأعراض فهو ينكر تفكيره في هذه المسألة وهذا يعني لا يمكن أن يصدر عن عاقل. نعم. يقول بل الخصم في حدث العالم الفلاسفة يعني كان الكلام نظريا الآن يريد أن يطبق الكلام في الواقع. يقول من الذي يخالف في حدوث العالم؟ الفلاسفة يدعون قدم العالم وهم مصرحون بأن أجسام العالم تنقسم إلى السماوات وهي متحركة على الدوام وآحاد حركاتها حادثة. هم يسلمون بهذا أيضا الفلاسفة يقولون أن أجسام العالم فيها السماوات والسماوات عندهم متحركة على الدوام أبدا أزلا وأبدا. نعم. طبعا يقصدون بالسماوات الأفلاك يعني يقصدون ما هو دون السماء الأولى بالنسبة لنا. نحن نرى أن جميع الأفلاك الكواكب والنجوم التي تتحرك هي تحت السماء الأولى. نعم. ولقد زينا السماء الدنيا الأقرب إليكم بمصابيح. فهذا كله ما نرى من نجوم كواكب مجرات تحركات في العالم كله تحت السماء الأولى في نظرنا. لكن هنا الفلاسفة يعتقدون أن السماوات هي الأفلاك يعني طبقة من النجوم ثم طبقة أعلى ثم طبقة سبع سماوات هكذا يعتقدون. كانوا قديما يعتقدون أنها الكواكب السبعة يعني الزهرة المريخ عطارد كذا الكواكب كانوا يعرفون سبعة فقالوا هي السماوات السبعة. لكن مع العلم الحديث اكتشفوا ثمانية وتسعة ونحن صغار كنا ندرس تسعة الآن يقولون أحد عشر أو اثنى عشر وصلت يعني كل سنة سنتين يكتشفون شيء جديد. نعم. يعني أنا أذكر في عمري وأنا صغير كنا ندرس تسعة. نعم تسعة. والعجيب كنا ندرس أول سبع أسماؤها عربية الثامن والتاسع أسماؤها إنجليزية لأنه تلك كانت معروفة عند العرب فسموها بأسماء جوبيتر مثلا نسميه المشتري في العربية. نعم. لكن الآخر الكوكبين بلوتو أو كذا ليس لها أسماء عربية. نعم. حتى تسعة والآن يقولون أحد عشر أو اثنى عشر وصلت وهكذا. فلذا كانوا قديما يعرفون سبعة فقالوا هي السماوات السبعة يعني هذه الأفلاك السبعة الفلك هو مسار هذا الكوكب. نعم. لكن الآن لما اكتشفنا أكثر ماذا صاروا يقولون من يتمسك بهذا صاروا يقولون هذه الكواكب كلها هي مجموعة شمسية مجموعة الشمس التي نحن في هذه سماء واحد السماء الثانية يعني أعلى من ذلك وهكذا. لكن تبقى فكرتهم أنها أفلاك. فكرتنا غير هذا. فكرتنا كل هذه الأفلاك تحت سماء واحدة. على كل حال الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم يقولون أجسام العالم السماوات أو الأفلاك متحركة يعني يثبتون الجسم ويثبتون الحركة فيثبتون الحركة وهذه الحركة يثبتون حدوث آحادها يقولون كل حركة كل فرد من هذه الحركات حادثة لكن يقولون مجموع هذه الحركات يعني نوع هذه الحركات قديم هذا عند الفلاسفة وما زال هذه الحركة قبلها حركة وقبلها حركة وقبلها حركة بلا بداية فهم لا يدعون أن هناك حركة بفردها قديمة يقولون كل حركة بمفردها حادثة لها بداية ولها نهاية لكن المجموع يعني النوع نوع الحركة قديم نوع الحركة قديم هذا يعني قول الفلاسفة في قدم العالم أنه آحاده حوادث ونوعه قديم. نعم. نعم. نعم هو أصله من الفلاسفة أصل القول مأخوذ من الفلاسفة وإن كان يختلفون في تفريعاته وتفصيلاته. نعم. فالآن مثلا حتى يعني نفهم هذا جيدا لو قلنا الإنسان أنا بفردي حادث من سنة كذا أنت بفردك حادث من سنة كذا فلان حادث من سنة كذا فمثلا أنا بفردي حادث من قبل مثلا 50 سنة هذه بدايتي أبي بفرده حادث من قبل 70 سنة
جدي بفرد حادث من قبل 80 أو 90 سنة مثلا، وهكذا كل فرد يعني حادث بفرده في سنة، لكن نوع الإنسان قديم إلى زمن آدم، هنا ليس قديم مطلقا، قديم إلى زمن آدم. فأنا الآن كفرد، أنا بفردي حادث من سنة مولدي، ولكن بنوعي أنا الذي أتكلم معكم، أنا قديم بالنوع إلى زمن آدم من حيث النوع. نعم، يعني من حيث أنني إنسان، ليس من حيث أنني حمزة. نعم، أنا من حيث أنني إنسان أنا قديم إلى زمن. النوع الآن أمر ذهني ليس له واقع إلا في الأفراد، هذه المشكلة عند الفلاسفة، هذا خلافنا مع الفلاسفة. نحن نقول النوع لا يوجد في الخارج، خارج الذهن، في الذهن تمام يتعقل الإنسان كمفهوم، الإنسان لا أتكلم عن زيد ولا عمر ولا بكر ولا خالد، أتكلم عن الإنسان، هذا في الذهن، لكن في الواقع لا يوجد إلا في فرد من أفراده، فما تحكم به على النوع لابد أن يصدق على فرد، وإلا لا يكون صادقا على النوع. يعني إذا لم يصدق الحكم على النوع على فرد من أفراده فليس موجودا، خيال، هذا يكون ليس حكما صادقا. الحكم على النوع كاملا إذا لم يصدق على أحد الأفراد فليس صادقا. لأن لما أنا قلت أنا الذي أتكلم معكم أنا قديم من حيث نوعي، من حيث أنني إنسان إلى زمن آدم، صحيح قديم إلى زمن آدم، وهذا الحكم على النوع صدق على آدم، أنا قلت قديم إلى يوم خلق آدم، وهذا إنه بداية خلق آدم صادق على فرد آدم عليه السلام، لذلك صح أن ننقل هذا الحكم على النوع كاملا، نقول بداية نوع الإنسان هي بداية آدم عليه السلام، فصدق على النوع صدق على الفرد أو على أحد الأفراد، على أول فرد منه. نعم، نقول الإنسان باقي إلى يوم القيامة مثلا في الدنيا، إنسان باقي إلى يوم القيامة تمام كنوع الإنسان سيبقى إلى يوم القيامة، لكن لابد يصدق على الأفراد الموجودين عند قيام الساعة. لو قلنا لا يوجد عند قيام الساعة فرد إنسان فالكلام لا يصح، لابد دائما الحكم على النوع أن يصدق على فرد، على الأقل فرد واحد من أفراده، لأن النوع لا يوجد إلا في أفراده، لأنه مفهوم ذهني ليس له واقع إلا في الأفراد. مشكلة الفلاسفة أنهم حكموا على النوع بحكم لا يوجد في الأفراد، يعني قال مثلا هنا كل حركة حادثة، أحد الحركات حادثة جميعا لكن نوعها قديم، قلنا هذا لا يعقل. نعم، إذا نوعها قديم لابد أن يصدق على فرد منها أنه قديم، وهكذا. نعم، طيب، فيقول أنه الفلاسفة مصرحون بأن أجسام العالم تنقسم إلى السماوات وهي متحركة على الدوام، وآحاد حركاتها حادثة، ولكنها دائما متلاحقة على الاتصال أزلا وأبدا. هي متلاحقة، يعني ما من حركة إلا وقبلها حركة وبعدها حركة، متلاحقة على الدوام أزلا وأبدا، ليس لها بداية ليس لها نهاية عندهم. وإلى العناصر الأربعة، هذا معطوف على السماوات، يعني تنقسم، أن أجسام العالم تنقسم إلى السماوات وتنقسم إلى العناصر الأربعة عند الفلاسفة، كل ما في العالم يرجع إلى السماوات قسم وإلى العناصر الأربعة قسم آخر، التي يحويها مقعر فلك القمر، وهي تشترك في مادة حاملة لصورها وأعراضها، وتلك المادة قديمة. هذه المادة التي يسمونها الهيولة، كما في الحاشية قال وسموها بالهيولة، الهيولة مأخوذة من الهيئة الأولى، أصل الكلمة مأخوذ من الهيئة الأولى، فركبت، مزجت، يسمى المزج هذا أو النحت، مثل بسملة أو هكذا نحت. نعم، فنحتت الكلمة هيولة، يعني الهيئة الأولى،
الفلاسفة تعتقد أن أجسام العالم لها مادة أصلية. طبعا يختلفون في هذه المادة، العناصر الأربعة، بعضهم يقول الماء والنار والتراب والهواء، نعم، بعضهم يقول بدل الماء والنار الحرارة والبرودة مثلا، وهكذا، يعني يختلفون في تفصيلاتها، لكن ينطلقون من نفس المبدأ، وهو أن هناك مادة قديمة لكل شيء من العالم. بحسب هذه المادة وتركبها مع المادة الأخرى، هي أربع مواد، بحسب الامتزاج بينها تنشأ صور متعددة. فلذلك هم يرون الأجسام والحوادث تختلف في الصورة، لكنها في المادة هي ترجع إلى الهيول، المادة القديمة، نعم، العناصر المادة القديمة. وهذا هو يعني من مبادئ الفيزياء اليوم. الفيزياء الحديثة تقوم على هذا، أن المادة لا تفنى ولا تستحدث، هكذا كنا ندرس في المدارس، حتى يدرسوننا المادة لا تفنى، تنتهي أبدا، ولا تستحدث من جديد، لا تخلق من جديد، نعم، وإنما تتبدل من حال إلى حال، تتغير من حال إلى حال، نعم. فلذلك يعني هذا قوانين الفيزياء الحديثة تقوم على هذه الفكرة أيضا، على فكرة الفلاسفة. لذلك الفيزياء هو علم فلسفي في الأصل، نعم. فيقولون المواد العالم أو مادة العالم الأصلية الهيولة، بغض النظر ما هي العناصر الأربعة، المهم هناك مادة أصلية للعالم، هناك مجموعة من العناصر ثلاثة أربعة كذا، الآن لا ندخل في التفاصيل، لكن الفكرة التي تجمع الفلاسفة، هناك مادة أصلية للعالم، هذه المادة بنسبة امتزاجها مع غيرها تنشأ عنها صور مختلفة، فينشأ إنسان، ينشأ حيوان، ينشأ هواء، ينشأ كذا إلى آخره، نعم. طبعا الفكرة من حيث يعني علوم الكيمياء اليوم منطقية جدا، علوم الكيمياء اليوم نركب كذا مع كذا، هيدروجين أكسجين يكون ماء، لكن لابد من شروط، أنك تركب مثلا ذرتين هيدروجين مع ذرة أكسجين واحدة، لو ركبت ذرتين هيدروجين مع ذرتين أكسجين لا يكون ماء، يكون شيء آخر، نعم، وهكذا. التراب مثلا، يعني تعرفون أنه يعني الزجاج والتراب أو نوع من التراب هو نفس المادة، نعم. الكربون والألماس هو نفس المادة في الأصل، ولكن النسبة تتغير، فيصبح هذا الألماس أغلى يعني جوهر في العالم، وهذا الفحم أو الكربون أو يعني الشيء الرخيص المبتذل. فالفكرة منطقية، ولكن تعميمها يعني في أزلا وأبدا هو محل النقاش. الفكرة منطقية داخل العالم، يعني أن الله خلق المادة، خلق العالم من مجموعة عناصر، بحسب امتزاج هذه العناصر تحدث صور مختلفة، تمام، لكن نحن نقول خلق الله، لها بداية، خلق الله هذه العناصر. هم يقولون أزلية، ليس لها بداية، هنا الخلاف، ليس خلافنا في الامتزاج والتركيب، هذا دل عليه الكيمياء اليوم والفيزياء اليوم، لكن خلافنا في قدمها، قدم هذه العناصر الأربعة، هنا محل الخلاف بيننا وبينه. طيب، يقول وإلى العناصر الأربعة كذا وكذا، وتلك المادة قديمة، والصور والأعراض حادثة ومتعاقبة عليها أزلا وأبدا. يعني نحن نقول العالم جسم وعرض، هم يقولون العالم ماذا؟ هيولة وصورة، مادة وصورة، يعني نفس المنطق، ولكن اختلفنا في التعبير طبعا، واختلفنا في قدم هذه المادة، هذا شيء واضح. أما أقصد أنه وجود شيئين من الحوادث في العالم، أحدهما مادي والآخر معنوي، نحن سمينا المادي منهما جسم، والمعنوي القائم به سميناه عرض، هم هذا المادي سموه هيولة، المعنوي سموه صورة، لكن في النهاية سلمنا نحن وهم وجود مادة ووجود صورة، أو وجود جسم ووجود عرض، نعم. يقول هم يثبتونه، عامة الفلاسفة القدماء يثبتونه ويرونه قديما بالذات، العالم قديم بالزمان، القديم بالذات والقديم بالزمان كلاهما ليس له بداية عند الفلاسفة،
Allah Teala ليس له بداية قديم والعالم ليس له بداية قديم لكن Allah Teala قديم دون حاجة إلى غيره فهو بذاته قديم العالم قديم ولكن محتاج إلى سبب وهو أو علة وهو الله تعالى فعندهم هذا قديم بالزمان فقط لكن هو في ذاته حادث يعني محتاج فالحدوث عندهم بمعنى الافتقار إلى الغير نعم الحدوث عندنا لا هو بداية الوجود نعم طيب يقول والأعراض حادثة ومتعاقبة عليها أزلا وأبدا يعني اتفقنا مع الفلاسفة أو هم اتفقوا معنا أن نحن عندنا جسم وعرض هم قالوا هيولة وصورة بغض النظر لكن هم أيضا أقروا أن الصور متعاقبة أن الصور تأتي وتزول يعني وافقوا على هذا يعني قالوا المادة الأصلية قديمة هم يقولون المادة الأصلية للعالم قديمة لكن الصور تأتي وتزول تأتي تحدث وتفنى يعني إذن وافقونا على حدوث الأعراض ما نسميه الأعراض أو ما يسمونه الصور نعم لكن خالفونا في حدوث المادة أو ما نسميه الجسم يعني الفلك نفسه السماء نفسها القمر أو الشمس هذا الذي نازعونا فيه نعم قال فإن الماء ينقلب بالحرارة هواء والهواء يستحيل بالحرارة نارا يستحيل يعني يتحول نعم ليس يستحيل يعني عدم الإمكان نعم فإن الماء ينقلب بالحرارة هواء والهواء يستحيل بالحرارة نارا وهكذا بقية العناصر وأنها تمتزج امتزاجات حادثة فيتكون منها المعادن والنبات والحيوان هذا يعني مذهب الفلاسفة فلا تنفك العناصر عن هذه الصور الحادثة أبدا لا تنفك عن الصورة لأن يعني نحن قلنا الجسم لا يخلو من العرض نعم. قال لنا ما الدليل أن الجسم لا يخلو من العرض قلنا لا يخلو من الحركة والسكون قال أصلا هل الحركة والسكون موجودة وإن كانت موجودة هل هي حادثة صار يشرح وقال هذا يعني مكابرة وعناد وكل إنسان عاقل لا ينكر يعني حدوث الحركة والسكون ووجود الحركة والسكون ثم قال الغزالي نترك هذا الجدل من المخالف في حدوث العالم الفلاسفة يعني لنجعل الكلام واقعيا ليس نظريا نظري تكلمنا لكن في الواقع من الذي يخالف في حدوث العالم الفلاسفة نحن نقول العالم أجسام وأعراض أنتم تقولون هيولة وصورة نحن نقول الجسم لا يخلو من العرض أنتم تقولون الهيولة لا تخلو من الصورة إذن لماذا تنازعوننا صار اختلاف اصطلاح نعم طبعا الخلاف في حدوث الجسم وقدم الهيولة هذا خلاف حقيقي لكن أن الجسم لا يخلو من العرض إذا تخالفون في هذا أنتم تذكرون مذهبكم أنفسكم لأنكم تقولون الهيولة لا تخلو من الصورة يعني مادة العالم الأصلية ما زالت الصور تتعاقب عليها لا تخلو عن صورة من الأزل إلى الأبد ما زال لها صورة من الصور تتعاقب عليها فلما تنكرون علينا إذن أن نقول الجسم لا يخلو من العرض نعم المقعر يعني هذا هكذا نعم يعني العمق مقعر نعم يعني لو كان هكذا نقول محدب نعم يعني هكذا محدب هكذا مقعر نعم القعر ما هو القعر هو أسفل الشيء يعني قعر البحر نقول وهكذا طيب يقول فلا تنفك العناصر عن هذه الصور أبد الحادثة أبدا ولا تنفك السماوات عن الحركات الحادثة أبدا إذن الفلاسفة لا ينازعون في هذه المقدمة أن كل جسم لا يخلو من الحوادث لا نزاع فيها قال وإنما ينازعون في قولنا إن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث في الأصل الثاني ينازعون نحن نقول والذي وكل الذي لا يخلو عن الحوادث هو حادث لذلك الجسم لا يخلو عن الحوادث لأن كل جسم حادث لأنه لا يوجد جسم يخلو من الحوادث هم ينازعون في هذا يقولون لا الهيولة لا تخلو عن الصورة
الصورة حادثة، إذن الهيولة لا تخلو عن الحوادث، لكن يقولون هيولة قديمة، لا يسلمون أن الذي لا يخلو عن الحوادث حادث، لا يسلمون بها، ينازعون فيه. نعم. قال فإذا لا معنى للإطناب في هذا الأصل، في الأصل الأول يعني المقدمة الأولى، كل جسم لا يخلو من الحوادث، لا معنى للتوسع والكلام في ذلك لأنه محل اتفاق، ولكن لإقامة الرسم نقول. قال ومع ذلك حتى نكمل رسم الدليل، يعني ترتيب شكل الدليل نريد نثبته أيضا، نقول الجوهر بالضرورة لا يخلو عن الحركة والسكون، وهما حادثان. قبل أن أكمل ألخص قليلا حتى يعني يبقى الصورة العامة للدليل موجودة عندنا. نحن قلنا دليل وجود الله، قلنا العالم حادث، وكل حادث له سبب، هكذا عبر الإمام الغزالي بالسبب، وكل حادث له سبب، إذن العالم له سبب. كل عالم إذن العالم له سبب. طبعا هنا ملاحظة بسيطة، بعض الناس وهو حق طبعا أنه نحن لا نسمي الله سببا، لا يجوز تسمية الله بالسبب لأنه أسماء الله توقيفية وهذا لم يرد. نعم، فلا يجوز تسمية الله سبب لأنه لم يرد هذا مع صحة معناه، طبعا مع صحة معناه بقيود ليس مطلق السبب. نعم، يعني بقيود لا يصح المعنى مطلقا، وإنما نقول سبب بمعنى كذا وكذا وكذا يصح. نعم، فكيف الغزالي رحمه الله هنا قال كل حادث له سبب، قال إذن العالم له سبب وهو الله تعالى؟ قلنا هذا قبل الاستدلال على وجود الله، يعني هذا هو الطريق لوجود الله، ثم إذا أثبتناه هل نسميه بسبب أو لا هذه مسألة أخرى. فهنا يعني ما زال يستدل، لذلك هنا السبب حتى الآن لا نقول هو الله، فوصلنا إلى أنه الله، ثم هل نسميه سببا هذا يعني يرجع إلى إذنه هو الذي أثبتنا وجوده، هل يقبل أن نسميه بهذا الاسم؟ لم يرد في النصوص أنه سمى نفسه بذلك، لا نسمي. ولكن مشتقة من كن، يعني لها أصل في التوقيف، لا من كن، يقولون أخذ من كن. نعم، لذلك نحن درسنا هذا أنه التوقيف لا ينافي الاشتقاق، يعني المشتق من الفعل أو المشتق من اسم أو مشتق من كذا هو توقيف أيضا. نعم، لا ينافي التوقيف، الاشتقاق لا ينافي التوقيف. طيب، إذن قال العالم حادث، كل حادث له سبب، إذن العالم حادث. فيقول المقدمة هذه ضرورية، هذه لا تحتاج إلى إثبات، تحتاج إلى شرح المفردات وتكلمنا فيه. أما العالم حادث قال هذه تحتاج إلى إثبات، فكيف نثبت أن العالم حادث؟ فقال هذه نثبتها بأن العالم أجسام وأعراض، والجسم حادث، والعرض حادث، إذن العالم كله حادث. يقول هذه المقدمة الجسم حادث تحتاج إلى إثبات، هذه تحتاج إلى إثبات. فكيف نثبت أن الجسم حادث؟ نقول كل جسم لا يخلو من الحوادث، نعم، وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. نعم، هذه الجسم حادث نثبتها، كل جسم لا يخلو من الحوادث، كل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. قال بالنسبة للأولى هذه ليس فيها نزاع بيننا وبين الفلاسفة، نعم، وإنما النزاع في الثانية. قال ومع ذلك لإقامة الرسم حتى نكمل شكل الاستدلال، يعني ربما واحد يقول لي ليس فيها نزاع في عصرك، لكن في عصرنا صار فيها نزاع، فكيف تركت المسألة دون إثبات؟ فلذا قال لإقامة الرسم سنثبت.
كل جسم لا يخلو من الحوادث. نعم. طيب، قال الجوهر بالضرورة لا يخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان، أما الحركة فحدوثها محسوس. الجوهر بالضرورة، طبعا الجوهر هو أصل الجسم كما درسنا سابقا، الجوهر هو أصل الجسم، الجزء الذي لا يتجزأ من الأجسام. فالجوهر بالضرورة لا يخلو من الحركة لا يخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان. طيب، أول شيء الجوهر بالضرورة لا يخلو عن الحركة والسكون، قال هذا الضرورة، هذا يثبت بالضرورة. طب كيف بالضرورة؟ لا، هم يسلمون بحدوث الحركة والسكون بآحادها، قال نعم، هم لا يسلمون بحدوث نوعها، هم يسلمون بهذا، لكن كيف نعرف أن الجوهر لا يخلو عن الحركة والسكون؟ يعني الحركة معروفة، السكون معروف، وجودها الحركة والسكون وجودهما ثابت وحدوثهما ثابت، هذا واضح، لكن أن الجوهر لا يخلو عنهما، قال هذا الضرورة أيضا، لأن يعني الجوهر يقبل الحركة لوحدها ويقبل السكون لوحدها، وهذا محسوس مشاهد. وشرحنا سابقا أن إذا الشيء يقبل هذه الصفة فيستحيل أن يخلو عنه أو عن ضده. نعم، كما قلنا مثلا هذا القلم يقبل اللون، فمستحيل يخلو عن اللون وضده، يعني جميع الألوان. هذه الحركة تقبل صفة القوة أو الصلابة، فمستحيل تكون لا صلبة ولا رخوة. نعم، الإنسان يقبل صفة البصر وصفة العمى، فمستحيل يكون لا أعمى ولا بصير. نعم، أما الجدار هو لا يقبل هذه الصفة فيكون لا أعمى ولا بصير. نعم، تكلمنا في هذا سابقا. قال أما الحركة فحدوثها محسوس، وإن فرض جوهر ساكن كالأرض ففرض حركته ليس بمحال. يقول حدوث الحركة محسوس، الحركة حادثة. قال وإن فرضنا جوهر ساكن كالأرض، طبعا هذا بالنسبة لعصرهم الآن، يعني عرفنا أن الأرض متحركة. يقول لكن لو فرضنا جوهر ساكن كالأرض مثلا، نقول كالطاولة مثلا، جوهر ساكن الآن لا تتحرك، قال ففرض حركته ليس بمحال. يعني هل يمكن تفترض أنه متحرك وعقلك يقبل هذا؟ يعني يجوز عقلا حركتها؟ يجوز. يعني لو وضعنا لها عجلات في أسفلها يصبح طفل صغير يفعل فيها هكذا تتحرك. نعم، وهكذا. قال بل نعلم جوازه بالضرورة، وإذا وقع ذلك الجائز كان حادثا. هو مدام يجوز يعني لا يقع وجوبا، يعني لا يستمر وجوده، الواجب هو الذي لابد يكون موجود، يعني يستمر وجوده، لكن مدام جائز، هذا القلم ساكن، هذا القلم ساكن، لكن هل يمكن نفرض أنه متحرك؟ يمكن، هكذا الآن هو متحرك فيمكن فرض حركته. الآن إذا فرضت حركته صارت الحركة جائزة، مدام جائز يعني تكون تارة ولا تكون تارة، لا تكون على الدوام، لو كانت على الدوام تكون واجبة. نعم، فمدام جائز إذن صار حادث، فصارت الحركة حادثة. نعم، لكن هو يريد أن يستدل على حدوث الحركة بعينها. نعم، يقول أما الحركة لأنه قال فحدوثها محسوس، سيأتي على السكون. نعم، طيب قال وإذا وقع ذلك الجائز كان حادثا وكان معدما للسكون. يعني عندما يقع هذا الحادث وهو الحركة ينعدم الحادث الآخر وهو السكون، ينعدم الحادث الآخر وهو السكون. لماذا؟ لأن النقيضان لا يجتمعان، لا يجتمع النقيضان، وإلا كان الشيء متحركا ساكنا معا، يعني وهو يتحرك تقول السكون الذي قبله ما زال موجودا. الآن يدي ساكنة، الآن أحركها تقول لي نعم السكون لم ينعدم ما زال موجود، إذن
الحركة والسكون مجتمعان وهذا نقيضان لا يجتمعان، هذا مستحيل عقلا. نعم. وإذا وقع ذلك الجاز كان حادثا وكان معدما للسكون، فيكون السكون أيضا قبله حادثا. لماذا؟ لأنه انعدم، لأن القديم لا يعدم، ما دام انعدم السكون فهو حادث. إذن لماذا القديم لا يعدم؟ نفس الفكرة، يعني نستدل بالجواز والوجوب، ما دام انعدم إذن هو يقبل العدم في نفسه، هو يقبل صفة العدم في نفسه. إذن ما دام يقبل صفة العدم يقبل صفة الوجود، هذا السكون يقبل صفة العدم ويقبل صفة الوجود. نعم. ويقبلهما على التساوي، لأنهما يعني من حيث الذات، من حيث حقيقة السكون يحتمل الأمرين على التساوي، لا يوجد مرجح. نعم. فالآن انعدم، كان قبله يعني موجود، هذا السكون كان موجودا كان ساكنا، لكن هذا السكون ليس بواجب، لأنه قلنا يقابله العدم، عدم السكون وهو جائز. نعم. فمدام جائزا يحتاج إلى مرجح، يحتاج إلى مرجح، إذا مرجح يسبقه فيكون حادثا، لذلك قلنا القديم لا ينعدم. لأنه إذا عدم، يعني تخيل أنت السكون انعدم الآن، إذا هو يقبل العدم، إذا وجوده ليس واجبا، وجود السكون ليس واجبا مدام يقبل العدم، لو واجب يستمر، وجوده صار جائز. جائز يعني يحتاج مرجح، مرجح يعني قبله، إذا له بداية. نعم. له حدوث. نعم. قال لأن القديم لا يعدم كما سنذكره في إقامة الدليل على بقاء الله تعالى. طيب. وإن أردنا سياق دليل على وجود الحركة زيادة على الجسم قبل هذا، الآن هو أتى يعني استدل على حدوث الحركة، ثم حدوث الحركة نستدل منه على انعدام السكون فنستدل على حدوث السكون، هكذا هو بنى الدليل، صح؟ استدل على حدوث الحركة بالمشاهدة، من حدوث الحركة وصل إلى أن الحركة عندما توجد تعدم السكون، فالسكون ينعدم، إذن هو حادث. طب لماذا ليس العكس؟ لماذا لم يستدل بحدوث السكون، بحدوث السكون ويعني انعدام الحركة؟ قال لأن مشاهدة حدوث الحركة أظهر في السماوات والأرض. نعم. السكون يعني كأن ليس الكلام حقيقة، ولكن كأن الأصل في الأشياء السكون، والحركة طارئة عليها، يعني نحن نرى كل شيء ساكن ثم يتحرك، لا نقول نرى أشياء متحركة ثم تسكن، كأن، وإن كان الحقيقة ليس يعني لا هذا ولا هذا، لكن أقول هكذا في ذهن الإنسان لأول تصور، يتصور الأشياء ساكنة ثم يرى الحركة طارئة عليها، فنستدل من هذا الباب. لكن لو استدللنا بالعكس يجوز أيضا. نعم يجوز أيضا، لأنه يعني ممكن واحد يقول لي طيب الآن الشمس متحركة دائما، فنستدل له بالعكس، إنه إمكان السكون فيها، إمكان السكون يعني جوازه، انعدام الحركة صار جائز، يعني ما دام السكون ممكن على الشمس إذن انعدام الحركة ممكنة، انعدام الحركة يعني حدوثها. نعم. بنفس المنطق ممكن نعكس الدليل. نعم. يقول وإن أردنا سياق دليل على وجود الحركة زيادة على الجسم قلنا، يعني هو قال قبل قليل هناك مسألتان، إنه هل الحركة والسكون أصلا موجودان، وإذا كان موجودين هل هما حادثان؟ هو ذكر الحدوث، يعني بدأ من الأخير. نعم. هل هما موجودان؟ وإذا كان موجودين هل هما حادثان؟ بدأ من الأخير. نعم. أثبت الحدوث. يقول وإذا أردنا أن نرجع إلى الوجود، وجود الحركة أصلا، قال وإذا أردنا، وإن أردنا سياق دليل على وجود الحركة زيادة على الجسم، يعني هي أمر زائد على الجسم، يعني ليس أمرا اعتباريا ننزعه من الجسم، يعني نعرف الأمور الاعتبارية ننزعها وليست موجودة حقيقة، يعني هذا الشيء وهذا الشيء أنزع بينهما علاقة اعتبارية، نعم، هي ليست زائدة على ذاتيهما، لكن نريد نثبت أن الحركة زائدة على الجسم، يعني هي أمر موجود حقيقة، أمر وجودي. قلنا إن إذا قلنا
إن هذا الجوهر متحرك أثبتنا شيئا سوى الجوهر، بدليل أن إذا قلنا هذا الجوهر ليس بمتحرك صدق قولنا إن كان الجوهر باقيا ساكنا، يعني صدق قولنا في حال كان الجوهر باقيا ساكنا، لذلك بعد قولنا لم يضع نقطتين، لأن هذا ليس مقول القول. مرة أخرى نعود، وإن أردنا سياق دليل على وجود الحركة زيادة على الجسم قلنا، إذا نريد نثبت وجود الحركة أنها أمر موجود حقيقة ماذا نقول؟ كيف نرتب الدليل؟ نقول إن إذا قلنا إن هذا الجوهر متحرك، هذا الجسم متحرك، أثبتنا شيء سوى الجوهر وهو الحركة، وبدليل، يعني ممكن أن يقول هذا في اللفظ فقط ليس في المعنى، في المعنى لا يوجد يعني شيء سوى الجوهر، نقول لا، بدليل أن إذا قلنا إن هذا الجوهر ليس بمتحرك، لو نفينا الحركة، هذا الجوهر ليس بمتحرك صدق قولنا إن كان الجوهر باقيا، يعني صدق قولنا في حال كان الجوهر باقيا ساكنا. نعم، يعني ليس صدق قولنا نقطتان هذا هو القول، ليس هكذا، يعني ما بعد قولنا هو ليس مقول القول، يعني صدق قولنا، متى يصدق قولنا؟ إن كان الجوهر باقيا ساكنا. يعني هو يريد أن يقول أن نقول هذا الجوهر ليس بمتحرك، ننفي الحركة، نعم، لكن هذا الكلام يصدق والجوهر باقي موجود ساكن، نعم، يعني نفي الحركة ليس نفيا للجوهر، إذن فالحركة زائدة على الجوهر، نعم، ما دام تستطيع أن تنفي وتستطيع أن تثبته، إذا أثبته فهو زائد على الجوهر. كيف تعرف هذا؟ تعرف هذا بعكسه، بأن تنفيه، فلما تنفيه إن انتفى الأصل، إن انتفى الجوهر معه، كان هذا الوصف ليس زائدا، كان هذا الوصف ليس زائدا على الجوهر، لكن إذا صح نفيه مع بقاء الجوهر، مع بقاء الأصل، فدل على أنه زائد. نعم، الآن لما نحن ندرس المسألة ببساطة، وجود الله، نقول وجود الله ليس زائدا على ذاته، نعم، وإن كان في المسألة خلاف، لكن عند كثير من المتكلمين وجود الله ليس زائدا على ذاته، يعني لو نفيته الآن تقول الله تعالى، افتراض فقط، حاشا، الله تعالى ليس بموجود، هل تنفي الوجود وتبقى الذات؟ هل يتصور هذا؟ لا يتصور. إذن لما نقول الله موجود، إذن هذا ليس زائدا على الذات، لأنه عند النفي بنفيه تنفي الذات نفسها. لكن لو قلنا زيد مجتهد، هل الاجتهاد زائد على زيد؟ نعم. لماذا؟ لأنه قلت زيد ليس بمجتهد، نفيت الاجتهاد، ولكن ذات زيد موجودة، يعني بهذا القانون تستطيع أن تعرف الصفة الزائدة والصفة ليست زائدة، متى تكون الصفة زائدة ومتى لا تكون الصفة زائدة. نعم، يقول فلو كان المفهوم من الحركة عين الجوهر لكان نفيها نفي عين الجوهر. نعم، طبعا إما أن تنفي الذات أو تنفي جزءا منها، يعني ليس شرط إذا نفيته انتفى الذات كاملة، ممكن لو نفيت جزء من الذات، هذا أيضا ليس زائدا، هذا أيضا ليس زائدا. نعم، يعني حتى لو انتفى نفيت جزءا من الذات، لكن نحن نقول إذا نفيته بقيت الذات بتمامها، فهذا هو الصفة الزائدة. نعم، طبعا لما أقول جزء وتمام أنا أتكلم عن الأجسام، مثال وجود الله انتهينا منه، أنا أتكلم الآن عن الأجسام. قال وهكذا يطرد الدليل في إثبات السكون ونفيه، يعني كما قلنا قبل قليل هو طبق على الحركة، لو طبقت على السكون نفس الشيء. نعم، يعني لو قلت هذا الجوهر ساكن، هذا الآن يفهم من ذلك أن السكون زائد على حقيقته، كيف تعرف هذا؟ إن فيه تقول هذا الجوهر ليس بساكن، هل نفي السكون يعني نفي الجوهر؟ لا، إذن هو زائد. نعم،
يقول وعلى الجملة فتكلف الدليل على الواضحات يزيدها غموضا ولا يفيدها وضوحا. يقول إذا نريد نأتي بأدلة أكثر يعني معنى ذلك نجعل الأمر أكثر خفاء وكأنه يحتاج أكثر. نعم، ويعني الأمر واضح أصلا بدون هذه الأدلة. نعم. فإن قيل فبما عرفتم أنها حادثة فلعلها كانت كامنة فظهرت، يعني يقول تمام أنا أرى بداية الحركة، أرى هذا الجسم ساكن ثم بدأ يتحرك. قال أنت تقول بالمشاهدة أنا أرى بداية الحركة يعني حدوث الحركة، يعني لم تكن موجودة صارت موجودة. قال لا يتم هذا الدليل، لا يتم، هناك إشكال، هناك اعتراض. لعلها الحركة يعني كانت كامنة في الجسم ثم ظهرت الآن. الكمون، ما هو الكمون؟ هو يعني خفاء الشيء ويعني عدم ظهور آثاره، لا تظهر آثاره ثم يظهر وتظهر آثاره. قال لعل الحركة كانت كامنة في الجسم ولا والآن ظهرت فقط، وإلا هي موجودة من قبل. قال قلنا لو كنا نشتغل في هذا الكتاب بالفضول الخارج عن المقصود لأبطلنا القول بالكمون والظهور في الأعراض رأسا. يقول كتابي هو كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، اقتصاد يعني توسط، لا يعني نتجاوز الحد المطلوب ولا نقصر. فيقول لو كنا نشتغل بالفضول ومعالجة كل الجزئيات حتى لو كانت تافهة أو بسيطة، قال لأبطلت القول بالظهور والكمون في الأعراض أصلا، لا يوجد في الأعراض ظهور وكمون أصلا، العرض يخلق ويزول، لا يوجد عرض ظاهر وعرض يعني كامن، هكذا يعني يقول. ويقول لكن لا أريد أطول في هذا، ولكن ما لا يبطل مقصودنا فلسنا نشتغل به، بل نقول الجوهر لا يخلو، يعني لنفرض أن الأعراض فيها كمون وفيها ظهور، يعني قد تكمن وقد تظهر في الأجسام. يقول طيب فنقول الجوهر لا يخلو عن كمون الحركة فيه أو ظهورها وهما حادثان. يعني بدل ما نبني الدليل على الحركة والسكون، لأنك تقول لي الحركة كانت كامنة ولم تحدث أصلا، لم تخلق. نعم، أقول لك طيب لا أريد هذا الاستدلال أنه الجسم لا يخلو عن الحركة والسكون. نقول الجسم لا يخلو عن الكمون والظهور، عن كمون الأعراض فيه أو عن ظهورها. نقول هذا القلم لا يخلو، يعني هو ساكن الآن، نعم، أقول لا يخلو عن أن تكون الحركة كامنة فيه أو ظاهرة، نعم، لا يخلو عن أن يكون السكون كامنا فيه أو ظاهرا، نعم، وهما حادثان، الكمون والظهور حادثان، نعم، فقد ثبت أنه لا يخلو عن الحوادث. يعني نفس الكمون والظهور إذا أثبتناهم في الأعراض، هو يقول لا نوافق، لكن لو أثبتناهم فما أعراض، ونجري الدليل بناء عليهما. نعم، فإن قيل فلعلها انتقلت إليه من موضع آخر. هذه في كتب الكلام هي مجموعة مطالب يسمونها مطالب في مسألة حدوث الأعراض، لابد من نفيها جميعا لإثبات حدوث الأعراض. نعم، فمن هذه المطالب أن تنفي الظهور والكمون، لابد أن تبطل الظهور والكمون حتى تثبت الحدوث. يعني تقول الحركة حادثة بالمشاهدة، يقول لك لا هي كامنة، يعني هي موجودة من قبل أن تراها، فلابد أن تثبت أن تبطل الكمون والظهور في الأعراض. هو يعني اختصر هذا وقال نجري الدليل في الكمون والظهور نفسه، يعني جيد، يعني يجيب عن الاعتراض. لكن في المطولات هم يعني كما قال هو يشتغلون بإبطال الكمون والظهور من أصله. الآن مسألة أخرى، إبطال الانتقال، وهذا مطلب مهم، لا يتم حدوث الأعراض إلا به. مثلا نقول نحن رأينا بداية الحركة الآن، مثلا سيارة ساكنة فرأيتها الآن بدأت تتحرك،
فنقول إذن خلقت الحركة أو حدثت الحركة، بدأت الحركة فيها. فيقول لي لا، لعل هناك جسم آخر في العالم هو متحرك الآن سكن، فانتقلت الحركة إلى هذا الجسم بدأ يتحرك. يعني هذا الجسم ساكن، هذا الجسم متحرك، سكن هنا، في اللحظة التي سكن انتقلت الحركة إلى جسم آخر بدأ يتحرك، لكن أنت لا ترى ذلك الجسم. لكن كأنهم يقولون ما من جسم يبدأ يتحرك إلا وجسم آخر قد سكن في تلك اللحظة، وما من جسم سكن الآن إلا وجسم آخر، يعني ما من جسم سكن الآن إلا وجسم قد انتهى سكونه. ما من جسم الآن سكن إلا وجسم آخر في العالم انتهى سكونه الآن، فانتقل السكون منه إليه. وما من جسم بدأ يتحرك إلا وجسم آخر انتهت حركته وانتقلت الحركة. فيقولون إذن الحركة لا بداية لها، ليست حادثة، وإنما تنتقل من جسم إلى جسم. والسكون لا بداية له، وإنما ينتقل من جسم إلى جسم، فلا يوجد حدوث. نعم نعم، من يعني من إجابات الفلاسفة عن حدوث الأعراض. نعم، يعني لما نلزمهم بحدوث الأعراض بعضهم يقول لا كانت كامنة، بعضهم يقول لا انتقلت من موضع إلى موضع. نعم، قلنا فإن قيل فلعلها انتقلت إليه من موضع آخر، فبما يعرف بطلان القول بانتقال الأعراض؟ قلنا قد ذكر في إبطال ذلك أدلة ضعيفة لا نطول بنقلها ونقضها الكتابة، لا نطول الكتابة بنقلها ونقضها، هكذا العبارة. يعني قد ذكر في إبطال ذلك، يعني في إبطال انتقال الأعراض، أدلة ولكنها ضعيفة. يقول ما دامت أدلة ضعيفة لا نحتاج أن نطول الكتابة بنقلها ونقضها، يعني بنقلها أن ننقلها عن أصحابها وأن ننقضها لأنها ضعيفة. نعم، أو بنقلها ويعني نقل النقد من الفلاسفة. يعني الفلاسفة يقولون الأعراض تنتقل. نعم، فذكر من المتكلمين أدلة لإبطال ذلك. نعم، لكن هم أيضا نقضوها، فلاسفة نقضوا هذه الأدلة. فنحن إذا يعني من باب الإنصاف الأمانة العلمية، إذا ننقلها يجب أن ننقل نقضها أيضا، لأن الفلاسفة أجابوا عنها. أما أقول لا يعني نبطل كلامكم بكذا وكذا وأسكت وهم يجيبون أصلا، ليس من البحث العلمي. فيقول لذلك أنا لا أحتاج أن أنقلها عن المتكلمين ولا أن أنقل نقضها عن الفلاسفة. نعم، إذن أدلة ضعيفة لا نطول بنقلها ونقضها الكتابة. الكتابة مفعول به لماذا؟ لنطول، لا نطول الكتابة بنقلها ونقضها، وليس هو مفعول به للمصدر نقض. ممكن واحد أول ما يقرأ العبارة يقول بنقلها ونقضها هي الأدلة تنقض الكتاب، يعني مفعول به لنقض، لا هو مفعول به لنطول. نعم، كتاب الاقتصاد. يقول لكن الصحيح في الكشف عن بطلانه أن نبين أن تجويز ذلك لا يتسع له عقل ما لم يذهل عن فهم حقيقة العرض وحقيقة الانتقال. يقول لكن نستطيع أن نبطل انتقال الأعراض بطريقة أحسن من الأدلة التي ذكروها، وهي أن نقول أنه لا يمكن القول بانتقال الأعراض إلا عمن لا يفهم حقيقة العرض وحقيقة الانتقال. يعني الذي لا يفهم معنى العرض ومعنى الانتقال قد يقول بانتقال الأعراض، أو الذي يفهم حقيقة الأمرين، يفهم حقيقة العرض وحقيقة الانتقال، ولكن يذهل عن هذه الحقيقة في لحظة من اللحظات. ما هو الذهول؟ ومثل النسيان أو الغفلة عن الشيء في لحظة ما، نقول يعني مثل شرود الذهن، الذهن يذهب عن ذلك في لحظة من اللحظات، هذا نسميه ذهول، يعني نسيان عارض أو غفلة عارضة.
فيقول الذي لا يفهم معنى العرض، لا يفهم معنى الانتقال، قد يقول بانتقال الأعراض، أو الذي يفهم المعنى ولكن يذهل عنه من كثرة الجدل والمخاصمة، ذهل عن حقيقة العرض وحقيقة الانتقال، فربما يقول بانتقال الأعراض. قال: ومن فهم حقيقة العرض، يعني ولم يذهل عنه، ومن فهم حقيقة العرض يعني وما زال مستحضرا لهذه الحقيقة لم يذهل عنها، تحقق استحالة الانتقال فيه، يتحقق أن الانتقال مستحيل. وبيانه، نشرح هذا، أن الانتقال عبارة أخذت من انتقال الجوهر من حيز إلى حيز. نعم، يعني ما هو الانتقال؟ هو كون الشيء في حيز ثم كونه في حيز آخر، يعني تحوله من هذا الحيز إلى هذا الحيز هو الانتقال. لا يفهم الانتقال إلا هذا، إنه شيء له حيز، شيء له حيز، انتقاله من حيز إلى حيز، يعني تحوله من حيز إلى حيز هو الانتقال. وذلك ثبت في العقل بأن فهم الجوهر وفهم الحيز، وفهم أن اختصاص الجوهر بالحيز زائد على ذات الجوهر، ثم علم أن العرض لا بد له من محل كما لا بد للجوهر من حيز، فتخيل أن إضافة العرض إلى المحل كإضافة الجوهر إلى الحيز، فسبق منه إلى الوهم إمكان الانتقال فيه كما في الجوهر. يقول: كل من يقول بإمكان الانتقال في الأعراض هو سببه هذا الذي ذكره. أولا، هو فهم الجوهر الجسم، والجسم له حيز يعني يشغل قدرا من الفراغ، والحيز هو زائد عن الذات في الجسم أو في الجوهر، هو أمر زائد على الذات، بدليل كما شرحنا قبل قليل أنك تستطيع أن تنفيه ويبقى ذات الجسم أو ذات الجوهر. نعم، فالجوهر موجود، فهمنا الحيز موجود، الجوهر له اختصاص بالحيز، وهذا الاختصاص زائد على ذاته، زائد على ذاته، فإذا ممكن ينتقل الجوهر، بل نحن نرى انتقال الجوهر من حيز إلى حيز. قال: فجئنا إلى العرض، فقال: العرض له محل، فما دام له محل إذن مثل الجوهر له حيز، ينتقل من حيز إلى حيز، الجوهر له محل إذن ينتقل من محل إلى محل. يقول: هذا هو الذي جعل بعض الناس يقولون بانتقال الأعراض، هو القياس على الجوهر، على انتقال الجوهر من حيز إلى حيز، قاسوا عليه انتقال العرض من محل إلى محل. يقول: لكن هذا القياس فيه غلط. يقول: ولو كانت هذه المقايسة صحيحة لكان اختصاص العرض بالمحل كونا زائدا على ذات العرض والمحل، كما كان اختصاص الجوهر بالحيز كونا زائدا على ذات الجوهر والحيز. يعني نحن نعقل الجوهر ونعقل حيزه، نعم، ونعقل أمرا زائدا عليهما جميعا، وهو اختصاص هذا بهذا. يعني أنا أشرح لك جسم فلان، تعقل ذلك، أشرح لك غرفة كذا وكذا وكذا، تفهم هذا، أقول لك فلان في هذه الغرفة، نعم، يعني فاختصاص الجوهر بالحيز أمر زائد على ذات الجوهر وعلى ذات الحيز، بدليل أنك تعقل هذا لوحده وهذا تعقله لوحده ثم تعقل الاختصاص بينهما. قال: لكن المحل ليس، العرض ليس هكذا، العرض ومحله ليس هكذا. أنا أشرح لك محل من المحلات، محل الطاولة محل للون الأبيض مثلا، هذه الطاولة محل للون الأبيض، فأشرح لك الطاولة، تعقلها، تعقل المحل لأنه جسم، نعم. أشرح لك اللون الأبيض، لا يمكن أن تعقله بلا محل، فلا نستطيع أن نقول إذن اختصاص العرض بالمحل زائد على ذات العرض وذات المحل، لا يمكن، لا يمكن تعقل العرض بلا محل. أما الجسم يتعقل وإن كان لا يوجد إلا في محيز، لكن يتعقل كذات
بلا حيز. نعم. ثم يتعقل الحيز ثم نتعقل النسبة بينهما. نعم. فلذلك يجوز في الجوهر الانتقال من حيز إلى حيز، ولا يجوز ذلك في العرض. نعم. واعلم أن الكون عبارة عن ما في حاسة البصر. في هامش موجود عندي، يعني واعلم أن الكون عبارة عما في حاسة البصر، لا يظهر لي الآن، لكن فيها غرابة. نعم. يعني كونه كذا وكذا، يعني هي نسبة هذا الشيء إلى هذا الشيء. يعني كيف نقول مثلا في الصفات المعنوية كونه عالما، نعم صفة معنوية كونه عالما، يعني إضافة العلم إلى ذات الله تعالى. إذا قلنا هذا، هذه أمور اعتبارية أصلا، فكيف عما في حاسة البصر؟ يعني أنا لا أفهم ماذا يقصد منها. نعم. تحتاج مراجعة على كل حال، لعل فيها إشارة إلى مسألة ما، لكن الآن لا يظهر لي شيء. نعم. أما الكون هو أمر اعتباري، يعني كون الشيء كذا وكذا هذا أمر اعتباري. نعم. طيب يقول لا، ولو كانت هذه المقايسة صحيحة لكان اختصاص العرض بالمحل كونا زائدا على ذات العرض والمحل، كما كان اختصاص الجوهر بالحيز كونا زائدا على ذات الجوهر والحيز. نعم. يعني هنا كأنه يقصد بالكون كأنه أمر، يعني لو قلت أنت لكان اختصاص العرض بالمحل أمرا زائدا على ذات العرض والمحل، تستقيم العبارة. كما كان اختصاص الجوهر بالحيز أمرا زائدا على ذات الجوهر والحيز، فالكون هنا يعني نعم. ولصار يقوم بالعرض عرض. لماذا؟ لأن العرض يعني اختصاصه بالمحل زائد على حقيقته. نعم. وزائد على حقيقة المحل. نعم. إذن يعني العرض قلنا نحن مرتبط بالمحل الذي هو الجسم، العرض مرتبط بالمحل الذي هو الجسم، وهو مرتبط بذلك لشيء في حقيقته ليس زائدا على حقيقته. يعني العرض لأنه عرض مرتبط بمحل هو الجسم. نعم. لكن لو قلنا أن العرض العرض يقوم بالمحل وهذا أمر زائد على حقيقة العرض وحقيقة المحل، إذن صار يمكن الانفكاك بينهما، فصار ممكن قيام العرض ليس بالمحل الذي هو جسم، بل قيام العرض بالعرض، لأنه هذا زائد على حقيقته. يعني هو من حيث هو عرض يقبل القيام بأي شيء. نقول لو قلنا، طبعا لو قلنا بأن العرض يعني يختص بالمحل اختصاصا زائدا على حقيقته، يعني ليس لأنه عرض يختص بالمحل الذي هو جسم، المحل جسم، الآن العرض يقوم بالجسم، هذا الاختصاص هو أمر في حقيقة العرض، يعني أمر ذاتي مسمي، يعني لذاته. يعني لماذا العرض يقوم بالجسم؟ لأنه عرض، هذه حقيقته، هذه ماهيته، يقوم بالجسم لأنه عرض. لكن لو قلنا، هي المشكلة التي هذا يقيسون العرض على الجوهر، الجوهر يختص بالحيز زائدا على ذاته، لذلك فلقلنا العرض يقوم بالمحل وهذا القيام، هذا الاختصاص أمر زائد على حقيقة العرض، لصار غير مرتبط بالمحل. نعم. فيكون قيام العرض بالعرض ممكن، لأنه هذا أمر زائد على حقيقته، يعني ليس من حقيقة العرض أن يقوم بالجسم، فإذا يجوز قيام العرض بالعرض.
طبعا نعم. ولصار يقوم بالعرض عرض ثم يفتقر قيام العرض بالعرض إلى اختصاص آخر يزيد على القائم والمقوم به وهكذا يتسلسل. يعني نقول لماذا قام العرض بالعرض؟ نحتاج إلى أمر زائد، وهذا الأمر الزائد يصبح يصح أن يقوم به، ونسأل عن سبب القيام ويتسلسل. نعم. قال وهكذا يتسلسل ويؤدي إلى ألا يوجد عرض واحد ما لم توجد أعراض لا نهاية لها. يعني بطريقة أخرى، أظن الكلام واضح، لكن بطريقة أخرى، الآن لو أتينا بجسم وأتينا بحيزه، هذا الجسم شغل قدرا من الفراغ هو هذا المقدار، هذا حيزه، فلماذا هذا الجسم يعني شغل قدرا من الفراغ بهذا المقدار؟ نعم، نقول لأعراضه، يعني لأنه هذا الجسم بهذا الطول وهذا العرض وهذا الكذا، يعني ولأنه يتحرك مثلا فهو يشغل قدر من الفراغ، وهذا القدر يعني يتغير، يعني يزداد من طرف وينقص من طرف. نعم، مثلا هذا القلم لو فرضنا مثل سيارة تتحرك، فالقدر من الفراغ يتغير الآن، لماذا؟ بسبب أعراض الجسم. نعم، فالجسم إذن يختص بالحيز، ولكن اختصاصه بالحيز تابع لأمور زائدة على ذاته، يعني أعراضه لها علاقة بذلك مثلا. نعم، الآن لو قلنا العرض لماذا يقوم بالمحل، قلنا لأمر زائد على ذاته. طيب الجسم هناك أمر زائد على ذاته وهو عرض، فقلنا العرض الجسم له حيز، هذا الحيز ما هو؟ يعني لماذا هذا الحيز وليس حيز آخر؟ هناك أشياء أخرى لها تؤثر، ومنها الأعراض، منها أعراض الجسم. نعم، فطلبنا أمرا زائدا وهو أعراضه. طيب لما أقول العرض يختص بهذا المحل، قلنا لأنه عرض فقط، إذا قلنا لا لأمر زائد على عرضيته فيصبح نثبت له عرض، للعرض عرض، فيصبح العرض الثاني قائم بالعرض الأول، هذا يعني الذي ذكره أنه لقام العرض بالعرض، يصبح العرض الثاني يقوم بالعرض الأول. نعم، طيب ونجري نفس الكلام بين العرضين، يعني كنا نتكلم عن عرض ومحل، فقلنا لماذا هذا العرض اختص بهذا المحل؟ لعرض من أعراضه، فصار العرض له عرض، صار عرض ومحل، صار عرض ومحل، العرض والعرض صار عرض ومحل. فنقول لماذا اختص هذا العرض بهذا المحل؟ لأمر زائد ويتسلسل، فيصبح وجود عرض واحد في الدنيا يمتوقف على وجود أعراض لا نهاية لها، تسلسل، أنه هذا العرض له عرض، واختصاص هذا العرض بهذا العرض لعرض ثالث، وهذا العرض الثالث مختص بالأول لعرض رابع، وهكذا. فيقول يصبح وجود عرض واحد في الدنيا متوقف على وجود أعراض لا نهاية لها. نعم، فهذا الدور طبعا، وجود طبعا وجود أعراض لا نهاية لها مستحيل أصلا، يعني ما لا نهاية له لا يقع، هذا يعني مسألة أخرى لكن لا أريد أدخل في هذا، لكن وجود عرض متوقف على أعراض لا نهاية لها، طب هو العرض واحد منها لأنها أعراض لا نهاية لها، فيصبح وجود العرض متوقف على نفسه، يصبح نوعا من الدور، يعني يصبح نوعا من الدور. نعم، فلذلك يكون باطلا. لا، الذي كنت أقوله مسألة بقاء الأعراض، بقاء الأعراض. نعم، يعني أصلا مسألة البقاء نفسها بعض العلماء يذكرها في الصفات المعاني، نحن ندرس صفات الله سلبية وجودية أو سلبية معاني أو ذاتية ثبوتية، فمن الصفات السلبية يذكرون البقاء. نعم، يعني الله تعالى باق بذاته، هي صفة ذاتية، لكن صفات المعاني الله تعالى قادر بقدرة، عالم بعلم، لكن ما نقول باقي ببقاء، فالبقاء صفة سلبية،
ليست أمرا وجوديا قائما بذات الله، لكن بعض العلماء يقول أن البقاء صفة وجودية، فمن يقول بالبقاء الوجودي يعني من هذا الباب ممكن يأتي مسألة بقاء الأعراض، لا تصبح يعني أمر اعتباري وإنما تصبح صفة وجودية. نعم، فهذه مسألة نعم تحتاج دراسة، يعني أنا ما عندي رأي فيها حتى الآن، البقاء الأعراض لا أجزم بها تماما. طبعا أنا أمشي على المشهور وهو أن الأرض لا يبقى، هذا المشهور عند العلماء، لكن ما زال عندي يعني احتمال مناقشة في ذلك، يعني بعض العلماء أو بعض المسائل ندرسها واقتنعنا فيها 100%، بعضها ندرسها لكن بقي عندنا أنه تحتاج دراسة أكثر، تحتاج بحث أكثر، فنحن نتابع يعني البحث والكذا ونمشي على قول الجمهور ونمشي، ولكن أنه في يوم ما ممكن نرجع إليها. طيب، يقول فلنبحث عن السبب الذي لأجله فرق بين اختصاص العرض بالمحل وبين اختصاص الجوهر بالحيز، في كون أحد الاختصاصين زائدا على ذات المختص دون الآخر، يعني دون الاختصاص الآخر، في كون أحد الاختصاصين زائد على ذات المختص، يعني اختصاص الجوهر بالحيز يزيد على حقيقة الجوهر، أما اختصاص العرض بالمحل لا يزيد. لماذا؟ ما هو السبب الذي لأجله نفرق؟ فمنه يتبين الغلط في توهم الانتقال. نعم، لأنه إذا لم نفرق بين الاختصاصين فالمقايسة صحيحة، كما أن الجوهر له حيز مختص بالحيز، هل في العالم جوهر بلا حيز؟ لا يوجد. جسم بلا حيز؟ لا يوجد. كما أنه لا يوجد عرض بلا محل، فقاسوا هذا على هذا، قالوا الجوهر يتغير حيزه، إذن العرض يتغير معه، ينتقل من محل إلى محل، فقلنا لا، القياس غير صحيح لوجود تفريق في نوعية الاختصاص، هذا الاختصاص غير هذا الاختصاص. يقول والسر فيه أن المحل وإن كان لازما للعرض كما أن الحيز لازم للجوهر، اللزوم مسلم لا ننفي اللزوم، نعم هذا لازم، تحيز الجوهر لازم له، ومحلية العرض لازمة له، كل عرض له محل، كل جوهر له حيز، كما أن الحيز لازم والسر فيه أن المحل وإن كان لازما للعرض كما أن الحيز لازم للجوهر، ولكن بين اللازمين فرق، إذ رب لازم ذاتي للشيء ورب لازم ليس بذاتي للشيء، يعني هناك شيء لازم لذاته هناك شيء لازم ليس لذاته. نعم، وأعني بالذاتي ما يجب ببطلانه بطلان الشيء، فإن بطل في الوجود بطل وجود الشيء، هذا نسميه أمر ذاتي في ذلك الشيء. نعم، هذا يعني أمر ذاتي فيه، مثلا في المنطق يقول الإنسان حيوان ناطق، فالحيوانية والنطق، النطق بمعنى التفكير طبعا، فالحيوانية والنطق أمران لازمان في الإنسان. طيب، يقولون الضاحك أيضا لازم له، نعم صفة لازمة للإنسان، نعم كل إنسان يضحك، ليس شرط يضحك في الواقع لكن يعني من شأنه أن يضحك، نعم فهو أمر لازم للإنسان، أو ماشي على قدمين أو كذا إلى آخره، نعم لكن يقولون نعم لكن النطق لازم ذاتي في الإنسان، يعني لو نفيته لنفيت الإنسان من عقلك، يعني لو نفيته وقلت الإنسان حيوان، نعم وتركت يعني مسألة النطق لانتهى مفهوم الإنسان واختلط بغيره، نعم لاختلط بسائر الحيوانات، نعم لو نفيت مفهوم الحيوانية من الإنسان لاختلط بالجمادات، نعم لكن لو نفيت مفهوم الضحك في الإنسان تبقى حقيقته موجودة، لأنه حيوان ناطق، فما زلت أنا أميزه عن غيره من المفهومات، يعني بقي هذا المفهوم موجودا ثابتا.
إذن النطق في الإنسان نسميه مفهوم ذاتي أو أمر ذاتي فيه، والضحك نسميه أمر ليس ذاتيا، وإن كان كلاهما لازما. النطق لازم للإنسان والضحك لازم للإنسان، أو المشي على القدمين لازم للإنسان. نعم، ولكن الفرق أنه هذا بنفيه لا ينفى الشيء، والأول بنفيه ينفى الشيء. فالأول ذاتي والثاني ليس بذاتي، الأول ذاتي والثاني ليس بذاتي. نعم، يقول إذن ولكن بين اللازمين فرق، إذ رب لازم من اللوازم، هذا أمر لازم يعني لا ينفك في الواقع، لا ينفك عن الشيء، ولكنه ذات، نعم وهو ذاتي للشيء. ورب لازم آخر ليس بذاتي للشيء. نعم، وأعني بالذاتي ما يجب ببطلانه، بطلان الشيء عندما تنفيتا في الشيء، فإن بطل في الوجود بطل وجود الشيء من أصله، وإن بطل في العقل بطل وجود العلم به في العقل. لأن ممكن تقول هذا بطل في الوجود لكن في العقل موجود، يعني متعقل. يقول إذا أبطلته في عقلك بطل المفهوم في العقل، إذا أبطلته في الواقع بطل الشيء من الواقع، يعني بحسب محل الإبطال. نعم، يعني الآن لو قلنا لا يوجد في الواقع في الدنيا حيوان مفكر، نعم، ولكن أنا يعني أفكر في المسألة فأقول الإنسان حيوان ناطق، نعم، ففي الواقع بطل، نعم، لكن عندي لم يبطل، نعم، وإن كنت أنا إنسان. يعني لنأخذ مثال من غير الإنسان، لو قلنا مثلا حيوان صاهل، في المنطق يذكرون هذا المثال كثيرا، إنه الفرس حيوان صاهل، يصهل صوت الفرس، نعم. طب لو تخيلنا في الأرض مات جميع الخيل من الدنيا، ما بقي ولا حصان، نعم، لكن نحن في كتبنا وفي عقولنا نقول الخيل حيوان صاهل، كان في التاريخ خيل مثل الديناصور مثلا، يعني كما نقول كان في التاريخ، كان في التاريخ خيل. فالمعنى في أذهاننا صفة صاهل ثابتة في أذهاننا، فالمفهوم ثبت في الأذهان، في الواقع الصفة غير ثابتة، ففي الواقع الخيل غير ثابت. العكس كذلك، أنه لو كان في الواقع موجود ولكن موجود في بلاد بعيدة لم يصل إليه الإنسان، يعني الحصان موجود في الدنيا مثلا، ولكن آدم وحواء لما نزلوا إلى الأرض حتى الآن لم يروا حصانا، ففي أذهانهم هذه الصفة للحيوان غير موجودة، لذلك الحيوان نفسه غير موجود كمفهوم في الأذهان. نعم، لكن في الواقع في بلد بعيد موجود، فهو موجود في الواقع، موجود في المفهوم، موجود. نعم، الصفة موجودة أو الأمر الذاتي موجود في الواقع في خارج الذهن، فالمفهوم الكلي موجود، صفة صاهل موجودة في بلد كذا وكذا، فالخيل موجود في بلد كذا وكذا. نعم، في أذهانهم غير موجودة، أو العكس كما قلنا، في الأذهان موجودة في الواقع غير موجودة. نعم، أو ينطبق الأمران كما نحن الآن نقول الخيل أو الفرس حيوان صاهل، فهذا الأمر الصاهل هذا الوصف موجود في أذهاننا، فالخيل موجود في أذهاننا، هذا الوصف موجود في الواقع فالخيل موجود في الواقع، هكذا الذاتي يعرف. نعم، بثبوته يثبت الشيء، إذا ثبت في العقل يثبت الشيء في العقل، إذا ثبت في الواقع يثبت الشيء في الواقع، وبنفيه ينفى الشيء، إذا نفيته من العقل ينفى الشيء من العقل، ممكن يبقى في الواقع، إذا نفيته في الواقع ينفى من الواقع. إذن بحسب محل الثبوت والنفي، يعني هو يريد أن يقول بحسب محل الثبوت والنفي، الأمر الذاتي بثبوته يثبت الشيء، بنفيه ينفى، أين يثبت وينفى هذا مسألة أخرى، في العقل أو في الواقع مسألة أخرى. واضح؟ نعم، لذلك قال فإن بطل في الوجود، يعني في الوجود خارج الذهن، بطل وجود الشيء، وإن بطل في العقل بطل وجود العلم به في العقل. نعم، بطل وجود العلم به في العقل، نعم، يعني بطل تصوره، بطل تعقله في العقل. طيب، يقول والحيز ليس ذاتيا للجوهر، فإنا نعلم الجسم والجوهر أولا،
ثم ننظر بعد ذلك في الحيز أهو أمر ثابت أم هو أمر موهوم. يعني الآن لا تستطيع أن تثبت إنسان كمفهوم دون أن تفهم مفهوم الحيوانية ومفهوم النطق، لكن الجوهر يمكن أن تفهمه قبل أن تفهم معنى الحيز. تفهم الجوهر يعني هو ما يقوم بذاته، أو الجسم ما يتركب من جوهرين أو أكثر، تعقل هذا المفهوم سواء فهمت مسألة الحيز أو لم تفهمها، تعقل. نعم. قال ثم ننظر بعد ذلك في الحيز أهو أمر ثابت أم هو أمر موهوم، ونتوصل إلى تحقيق ذلك، يعني ثبوت الحيز أو توهم الحيز، نصل إلى تحقيق ذلك بدليل، وندرك الجسم بالحس والمشاهدة من غير دليل. نعم. يعني الآن العوام يدركون وجود الأجسام، لكن مسألة تحيزها يقول لك ماذا تقصد تحيزها أصلا؟ نعم. تقول له يعني أنه هذا الحيز له مكان أو له قدر من الفراغ، يقول لك لا أريد، يعني هذه فلسفة لا أريد أدخل فيها. نعم. يعني العوام حتى يفرقون بين مسألة الجسم تعقل بسهولة، لكن تحيز الجسم أنه يأخذ حيزا من الفراغ هم في غفلة عنها أصلا. نعم. وإن طرحت أمام ربما لا يهتمون بها. نعم. قال فلذلك لم يكن الحيز المعين مثلا لجسم زيد ذاتيا لزيد، فلم يلزم من فقد ذلك الحيز وتبدله بطلان جسم زيد. ما دام الحيز ليس ذاتيا في الجسم، يعني لو نفيته لا تنفي الجسم، لو نفيت الحيز لا تنفي الجسم، هذا معناه ليس ذاتيا صح؟ يعني لو نفيته لا تنفي الجسم، لذلك جاز انتقال الجسم من حيز إلى حيز، لأن معنى الانتقال هو أن تنفي الحيز الأول ثم تثبت الحيز الثاني. طيب بينهما، بين نفي الأول وثبوت الحيز الثاني، بين نفي الحيز الأول، يعني أنا أقول على الكرسي، أنا على الكرسي ثم أنا أمشي في الطريق، يعني أنا أثبت لنفسي حيز ثم نفيته وأثبت حيز آخر، طبعا بينهما أنا في حيز أيضا، لكن أنا أتكلم عن التعقل، بينهما عقلك ينفي الحيز الأول ثم يثبت الحيز الثاني، وبينهما يعقل الجسم بلا حيز ويتخيل حيز ألف حيز باء، ويتخيل الجسم انتقل من هذا الحيز إلى هذا الحيز. في الواقع لا يوجد فراغ بين الأحياز، لا يوجد فراغ، يعني من خرج من حيز دخل في حيز مباشرة في الواقع، لكن في التعقل نحن لا نتعقل هكذا، نحن نتعقل الجوهر أو الجسم خرج من الحيز الأول وصار بلا حيز ثم دخل في الحيز الثاني، هكذا نعقل، وهذا يعني علامة أن الحيز زائد على الجوهر، لكن في العرض لا يمكن أن نفهم هذا، لأن العرض ملازم للمحل كما قلنا، هو شيء في ذاتيته، يعني المحلية أمر ذاتي في العرض. لماذا؟ ما هو تعريف العرض؟ ما لا يقوم بذاته، يعني لا يمكن تفهم العرض كما لا يمكن تفهم الإنسان بلا نطق، لا يمكن تفهم الإنسان بلا حيوانية. نعم. يبطل الإنسان إذا تركت الحيوانية أو تركت النطق، بطل مفهوم الإنسان، كذلك إذا تركت المحلية بطل مفهوم العرض. لذلك كيف تفرض الآن الانتقال؟ أنه هو ينتقل من محل ألف إلى محل باء، وبينهما أنت ستعقله تعقل فقط، ستعقله بلا محل، هذا لا يمكن. لذلك هو قال من عقل مفهوم العرض وعقل من عقل العرض وعقل الانتقال، يعني قال لا يمكن الانتقال في العرض، وإنما يعني يقبل ذلك من يذهل عن معنى العرض أو معنى الانتقال. طيب طيب يقول وليس كذلك طول زيد مثلا، فإنه عرض في زيد لا نعقله في نفسه دون زيد، بل نعقل زيدا الطويل. نعم.
يعني أي عرض من الأعراض، هو أتى بمثال الطول وسنناقش هذا المثال، لكن لو ناقشنا أي مثال آخر، الحركة، نعم، حركة السيارة هي أمر لا نعقلها إلا في السيارة، نعم، بدون سيارة لا نعقل حركة السيارة، نعم، سنناقش هذا. لكن أخذ مثال آخر يعني شيء متفق عليه، وهو الحركة مثلا، الحركة عرض متفق عليه، فيقول لا يمكن نعقل حركة السيارة بلا سيارة، نعم، لا يمكن نعقل لون القلم بلا قلم، نعم، يعني لا نعقل الزرقة لوحدها، لا نعقل الحركة لوحدها، نعم، فهي أمر لازم لمحله، لازم لمحله الجسم الذي يتصف به. قال كذلك طول زيد، لا، فإنه عرض لا نعقله في نفسه دون زيد، بل نعقل زيدا الطويل، كما نعقل القلم الأزرق. أقول لك أرني السواد في الدنيا، تقول لي انظر إلى هذا الميكروفون أسود، نعم، أرني الحركة في الدنيا، تقول لي انظر إلى الشجرة تتحرك، نعم، لكن أقول لك أرني الطاولة، تقول انظر إلى الطاولة، لا تقول انظر إلى كذا فيها طاولة، نعم، أرني كتابا، تقول هذا كتاب، نعم، لكن أرني حركة، تقول انظر إلى كذا المتحرك. يعني لا يعقل العرض بدون محل، لا يمكن، لا يعقل أصلا، نعم. فالمحلية أمر ذاتي فيه. يقول فطول زيد يعلم تابعا لوجود زيد، ويلزم من تقدير عدم زيد بطلان طول زيد، نعم، لو انتفى زيد لبطل طوله. كذلك الحركة السيارة، لو كان لا يوجد سيارة لا توجد حركة. كذلك لون القلم، لو لا يوجد قلم لا يوجد لون له. فليس لطول زيد قوام في الوجود، يعني ليس أمرا قائما، قوام الشيء هو ما يقوم به، نعم، فليس لطول زيد قوام في الوجود وفي العقل دون زيد، فاختصاصه بزيد ذاتي له. له لماذا يعني؟ فاختصاصه بزيد ذاتي له لزيد للطول، هي توهم في البداية أنه لزيد، نعم، لكن لا، اختصاص الطول بزيد، فاختصاصه الهاء الطول، فاختصاص الطول بزيد ذاتي للطول، يعني اختصاص الطول بزيد، زيد هو محل الطول، محل هذا العرض، فاختصاص الطول بزيد يعني اختصاص عرض الطول بمحله وهو زيد، ذاتي لهذا العرض وهو الطول، أي هو لذاته، أي هو الطول، هو يعني زيد الذي هو محل الطول هو لذاته، نعم، أي هو لذاته، يعني أي هو لذاته، يعني هو اختص بزيد، يعني هو ما هو العرض الذي هو الطول، أي هو الطول اختص بزيد، فالاختصاص، نعم، فاختصاصه بزيد ذاتي له، أي هو الاختصاص، إذن هكذا أوضح شيء، أي هو الاختصاص لذاته، لذات العرض. يعني لماذا هذا الاختصاص، اختصاص الطول بزيد لذاته، لذات الطول، أمر ذاتي في الطول، نعم، لا لمعنى زائد عليه هو اختصاص، نعم، فإن بطل ذلك الاختصاص بطلت ذاته، نعم، يعني إن بطل اختصاص العرض بمحله بطل العرض من أصله، كما لو بطل طول زيد بطل طول، يعني لو بطل زيد بطل الطول من أصله، نعم، وهكذا. طبعا المثال ممكن يناقش فيه، طول زيد ممكن يناقش فيه، لأن الطول على التحقيق ليس عرضا، وإنما هو أمر اعتباري ل يعني كيفية للجوهر، كيفية في العدد، يعني إذا تضع جواهر فوق بعضها البعض إلى حد معين هذا يصبح طول، فإذا وضعتها بأكثر من ذلك كان أطول،
فهو حقيقة يرجع إلى عدد الجواهر. نعم. فهذا ليس أمرا قائما في الجسم حتى يكون عرضا، وإنما هو أمر اعتباري. نعم. يعني 10 من الجواهر ثم 20 من الجواهر، فنقول هذا أطول من هذا. نعم. فالطول هو الزيادة في الجواهر، يعني أنت ما زلت جسم ولكن لكثرة عدد الجواهر سميته يعني طويلا. فالطول أمر إضافي إذن، يعني علاقة بين شيئين، علاقة الجسم بعدد جواهره طول، علاقة الجسم بقلة جواهره قصر، فهي علاقة منتزعة بين أمرين. نعم. كسائر الأمور الاعتبارية، كيف زيد وأحمد قلنا أبوة، نزعنا بينهما علاقة سميناها أبوة، لأنه هذا خلق من هذا صار بينهما أبوة، أمر اعتباري. نعم. في الحقيقة لا يوجد إلا زيد وولده، الله خلق زيد وخلق ولد زيد، ما خلق أمر ثالث اسمه أبوة، العقل نزعها، أمر اعتباري. كذلك هنا الله تعالى خلق 20 جوهر لزيد، فهذا سميناه الطويل، خلق 10 جواهر لعمر سميناه قصير. نعم. هو إضافة بين العقل وبين عدد الجواهر. نعم. يعني على التحقيق والله أعلم هو ليس عرض. نعم. لكن هل هو أمر موجود يعني مخلوق يقوم بالجسم؟ هذا هو العرض، هو أمر وجودي، يعني أمر يوجد ويخلق وينتهي ويفنى، يعني يأتي ويفنى، يخلق وينعدم. نعم. ويقوم داخل الجسم. نعم. يعني هذا أيضا يحتمل أن يكون أمور اعتبارية. نعم. نعم، أمور اعتبارية إضافية. أما لما تقول مثلا حركة، هي ليست علاقة بين شيء وشيء آخر، وإنما هي شيء يعني يخلق في داخل الجسم، هذا الجسم يعني يتغير محله أو يتغير حيزه، ففي يعني معنى الحركة موجودة إذا. نعم. وهكذا. طيب، قال والانتقال يبطل الاختصاص. نعم. فتبطل ذاته. نعم. يعني نحن أثبتنا قبل قليل أن اختصاص العرض بمحله أمر في ذات العرض، أمر ذاتي للعرض، يعني مثل النطق بالنسبة للإنسان، فلو زال النطق لزال الإنسان، لا يكون إنسان، يكون شيء آخر، فلو زالت المحلية من العرض لما كان عرضا، لصار جوهرا. نعم. لو زالت المحلية منه، فهي أمر ذاتي في العرض، في حقيقة العرض. فقال الانتقال يبطل الاختصاص، نعم، يصبح ليس مختص بمحله، ممكن يمتأ يذهب إلى محل آخر، إذن هذا العرض ليس مختص بهذا المحل، فهذا يبطل الانتقال، يبطل الاختصاص. إذا بطل الاختصاص وهو أمر ذاتي فيه، بطلت ذاته، ذات العرض يعني. نعم. إذ ليس اختصاصه بزيد زائدا على ذاته، أعني ذات العرض. نعم. بخلاف اختصاص الجوهر بالحيز فإنه زائد عليه، اختصاص الجوهر بالحيز زائد عليه كما قلنا، لذلك نبطل الحيز لا يبطل الجسم، بل نقول يذهب إلى حيز آخر، نقول يذهب إلى حيز آخر، لأن الحيز زائد على مفهوم الجسم، الجسم يفهم بلا حيز ثم ينسب إلى الحي وإن كان لازما له، ولكن يفهم يعني بنفي الحيز لا ينفى الجسم، فلذلك نقول التحيز زائد على الجسم، فنفينا الحيز تمام، فينتقل الجسم إلى حيز آخر لا يبطل من الوجود، لكن العرض المحلية هي ذاتي في العرض، فإذا نفيتها أو أبطلتها بطل العرض، فنفينا المحلية لا نقول ينتقل إلى محل آخر لأنه انتفى أصلا. نعم. قال فإنه زائد عليه، فليس في بطلانه، يعني بطلان ماذا؟ بطلان الحيز بالنسبة للجسم للجوهر، فليس في بطلانه بالانتقال، بطل الحيز، حيز الجسم بانتقال الجسم من محل إلى محل، فليس في بطلانه بالانتقال ما يبطل ذاته، ما يبطل ذات الجوهر أو ذات الجسم،
ورجع الكلام إلى أن الانتقال يبطل الاختصاص بالمحل. هذا هو يعني كل الكلام هنا يدور، هذه هي ركن المسألة. ورجع الكلام إلى أن الانتقال يبطل الاختصاص بالمحل، انتقال العرض يبطل اختصاص العرض بمحله، يعني يبطل أن المحل ذاتي في العرض. فإن كان الاختصاص بالمحل زائدا على الذات، إذا كان اختصاص العرض بالمحل زائد على حقيقة العرض لم تبطل به الذات، يعني نبطل المحل ويبقى العرض. قال ولم وإن لم يكن معنى زائدا، إذا لم يكن الاختصاص العرض بمحله إذا لم يكن زائدا على حقيقته بطل ببطلانه الذات. نعم، يعني هذه خلاصة المسألة، أن الجوهر عفوا أن العرض له محل. فنريد نفهم أنه هل محلية الجوهر، محلية العرض عفوا، أمر ذاتي للعرض أو أمر ليس بذاتي؟ يقول إذا كان أمر ذاتي له يعني عند نفيه ينتفي، وإذا كان ليس بذاتي يعني ينفى ولا ينتفي العرض. نعم، لكن حسب التعريفات التي درسناها أن العرض لا يعقل بدون محل، ما لا يقوم بذاته، يعني المحل هو شيء في مفهومه. نعم، هو لا يقوم بذاته، كما تقول الإنسان حيوان ناطق، ناطق يعني ذاتي وحيوان ذاتي له، يعني هو أصل في التعريف. نعم، لا يمكن التعريف بدونه، كذلك لا يمكن تعريف العرض بدون المحل، لا يقوم بذاته، يقوم بالمحل. نعم، فهو ذاتي، ما دام ذاتي إذا نفيته نفيت العرض. فالآن إذا تصورت الانتقال، أنت تتصور عند الانتقال تتصور عرضا بلا محل، هذا مستحيل لا يتصور. يقول فقد انكشف وآل النظر إلى أن اختصاص العرض بمحله لم يكن زائدا على ذات العرض، اختصاص العرض بمحله ليس زائدا على ذات العرض، ليس زائدا على حقيقة العرض. نعم، كاختصاص الجوهر بحيزه. نعم، لم يكن زائدا كاختصاص، يعني كاختصاص زائد، يعني هذا التشبيه للزيادة. نعم، كاختصاص الجوهر بحيزه، هذا اختصاص زائد. وذلك لما ذكرناه من أن الجوهر عقل وحده، يعني تستطيع أن تعرفه ولا تدخل في التعريف مسألة الحيز، وعقل الحيز به، هذا شيء مهم أيضا، أن الحيز لما عرفنا الحيز أتينا بالجوهر حتى نعرف ما هو الحيز. نعم، يعني فالجوهر نعم هو ذاتي في الحيز، وليس الحيز ذاتي في الجوهر. نعم، يعني أنا أفهم الجوهر دون أن أفكر في الحيز، أعرف الجوهر أو الجسم، أستطيع أن أعرفه وأن أقنع الناس به وأن نتعامل ونفهم وكذا وكذا دون أن نتكلم في الحيز من قريب أو من بعيد. نعم، فالحيز ليس من ذاتيات الجوهر. نعم، لكن يقول مبالغ الآن، بل عقل الحيز به، عقل الحيز بالجوهر أو الحيز بالجسم. ولما نعرف الحيز ما هو الحيز، نقول ما يشغله الجسم من الفراغ، يعني إذا لا يوجد جسم ولا يوجد فراغ فلا يوجد حيز، يعني نحن لا نفهم الحيز إلا إذا فهمنا الجسم والفراغ، ما يشغله الجسم أو الجوهر من الفراغ. نعم، ف لا موجود عندي، لا. وذلك لما ذكرنا من أن الجوهر عقل وحده وعقل الحيز به. أي بنفسه، كيف عقل الحيز بنفسه؟ ما معنى عقل الحيز بنفسه؟ هذا الحاشية فيها غلط. نعم،
هو أصلا من هامش واو يقول، يعني من هامش إحدى النسخ الخطية، وحتى نفس التي سألني عنها قبل قليل في هامش واو كانت، فيبدو الذي يعلق على النسخة واو ليس متقنا. نعم، لا لا، العبارة واضحة، يقول: وذلك لما ذكرناه من أن الجوهر عقل وحده، يعني لا يتوقف على فهم الحيز، وعقل الحيز به بالجوهر، يعني كما واضح أن الحيز ما تعريفه، ما الجوهر ما يشغله الجسم أو الجوهر، جسم جوهر لا فرق، إلا يعني التركيب وال يعني الجوهر هو أصل الجسم، والجسم الجواهر مركبة، فالجوهر عقل وحده يعني بلا نظر إلى الحيز، بلا نظر إلى الحيز الجوهر عقل وحده. أما الحيز فعقل الحيز به بالجوهر، يعني لما تعرف الحيز ما يشغله الجوهر أو ما يشغله الجسم من الفراغ، فلا بد يعني تعقل الجسم شرط لتعقل الحيز. نعم، لا أن الجوهر عقل بالحيز، هذه وضحتها أيضا، يعني لي بالعكس يقول لك لا أن الجوهر عقل بالحيز، بالعكس الحيز عقل بالجوهر. نعم، الجوهر يعني يبقى بخلاف العرض فإنه لم يعقل بنفسه بل بالجسم، هذا تمام، فافترق، يعني هذا صحيح، وهذا وحده كاف في التفريق بينهما، تمام، لكن مسألة الضمير غلط، تبقى غلط. طيب، يقول: وأما العرض فإنما عقل بالجوهر لا بنفسه، وأما العرض فإنما عقل بالجوهر، نعم، يعني كما قلنا أن المحل يعني العرض ما لا يقوم بذاته وإنما يقوم بالجسم، أو وإنما يقوم بالجوهر، فمسألة المحل الذي هو الجسم، المحل بالنسبة للعرض أمر ذاتي، لا يعقل العرض بدون جسم، فذات العرض هو كونه للجوهر هو كونه للجوهر المعين، فذات العرض هو كونه للجوهر المعين، نعم، يعني هذا العرض ذاته حقيقته أنه عرض هذا الجوهر، يعني ما حقيقة هذه الحركة؟ أنها حركة هذه السيارة، ما حقيقة هذا اللون؟ أنه لون هذا الكتاب، وهكذا، وليس له ذات سواه، يعني مرتبط بذات الجسم، لأنه ليس له قوام، ليس له ذات، فكيف يوجد؟ يوجد بذات الجسم، فيعني افتقاره إلى الجسم أمر ذاتي له، وليس له ذات سواه، فإذا قدر مفارقته لذلك الجوهر، يعني انتقل العرض من محل إلى محل، يعني فارق الجوهر الأول المعين، فقد قدر عدم ذاته، يعني الجسم له ذات، له قوام، له كيان نسميه من الكون، كيان يعني وجود، نعم، فالجسم له ذات، له كيان، له قوام، نعم، هو لازم للحي الصحيح، ولكن هو بنفسه متحقق، الجوهر بنفسه متحقق، بذاته له تحقق، له وجود، فالآن هو في حيز ينتقل إلى حيز آخر، تمام، لأنه له ذات، فما زالت حقيقته موجودة، يعني مع فرض الانتقال حقيقة الجسم ذاته ما زالت موجودة، نعم. أما الجوهر فليس له قوام، ليس له كيان، ليس له ذات، فما هي ذاته؟ هي ذات محله، يعني هو له ذات بالواسطة كأننا نقول، أو بالتبعية، العرض له ذات بالتبعية، يعني له وجود، له قوام، له كيان، له تحقق، لكن بتبعية الجوهر، فذات العرض هي ذات جوهره، قوام العرض هو قوام جوهره، فإذا محله يعني، فإذا تخيلنا العرض انتقل يعني كأنه فقد ذاته، فكيف يكون شيء يعني بلا حقيقته؟ هذا عدم، إذن هذا هو الكلام، فقد قدر عدم ذاته، هذا هو يعني خلاصة الكلام، إذا قدرنا انتقال العرض قدرنا عدم ذاته، لأنه قلنا هو ذاته هو ذات جوهره،
طبعا الكلام ليس دقيق وإنما هذا يعني بالتبعية. نعم يعني لكن لو أردنا تبسيط المسألة إنه العرض ما هي ذات العرض؟ هي ذات جوهره، ذات محله. يعني أين مادة السواد؟ هي البلاستيك. وإن كان هو غلط حقيقة، يعني السواد ليس بلاستيك، البلاستيك جسم، السواد هو قائم بالجسم. لكن كتبسيط إنه أين مادة السواد نفسها؟ يعني هي البلاستيك لكن بالتبعية، يعني هي تابعة للبلاستيك. فإذا قدرنا يعني السواد بدون هذا البلاستيك، يعني قدرنا الشيء بلا حقيقته أو بلا ذاته، يعني قدرنا انفصال الشيء عن نفسه عن ذاته، ولكن الفرق أنه بالتبعية ليس مباشرة، بالتبعية. نعم. قال وإنما فرضنا الكلام في الطول ليفهم المقصود، فإنه وإن لم يكن عرضا، الطول يعني هو استدرك، نعم، ولكنه عبارة عن كثرة الأجسام في جهة واحدة. يعني لو وضعت 100 جوهر، نعم، ولكن رتبتها على جهة واحدة تصبح طول. لو رتبتها بلا جهة واحدة، واحد على اليمين، واحد على اليسار، واحد أمام، واحد خلف، لا تكون طول. يعني أنا أعطيك 50 جسم، 50 جوهر، نعم، رتبها بطريقة مختلطة، واحد في الأمام واحد في الخلف كذا، يكون مثل كرة، نعم، لكن رتبها فوق بعضها يكون طول. نعم هذا هو إذن الطول، وليس إذن عرضا، وإنما هو كيفية اعتبارية لترتيب الأجسام، لترتيب الجواهر. قال فرضنا الكلام في الطول ليفهم المقصود، فإنه وإن لم يكن عرضا ولكنه عبارة عن كثرة الأجسام في جهة واحدة، فهو مقرب لغرضنا إلى الفهم، فإذا فهم فلننقل البيان إلى الأعراض. نعم. إذا فهمته في الطول افهمه في العرض الحقيقي، لأن الطول ليس عرضا حقيقيا ولكن أسهل إلى الفهم. قال أنا ضربته مثال، لأن إذا فهمته بدل كلمة طول أضرب عليها وضع كلمة حركة، ضع كلمة سكون إلى آخره. وهذا الذي قلناه في الدروس الماضية من المسائل الخطابية، يعني حتى الغزالي هنا احتاج إليها ثم استدرك. نعم. وهكذا كثير من المسائل لابد أن نبسطها للناس بتمثيلات، وإن لم تكن دقيقة لكن توصل الفكرة، ثم للنابه للطالب المتخصص نقول له مع الفرق بينهم، نقول له هناك فرق بسيط كذا وكذا، غير النابه لا نقول له الفرق أصلا. نعم. حتى يعني وهكذا يعني خاطب الناس على قدر عقوله. طيب يقول وهذا التدقيق والتحقيق، هو طول في المسألة، وإن لم يكن لائقا بهذا الإيجاز ولكن افتقر إليه. نعم يعني احتجنا إلى هذا التطويل فطولنا، وإن كان أصل الكتاب ليس مؤلفا للتطويلات. يقول لأن ما ذكر فيه، يعني في ماذا؟ في إبطال انتقال الأعراض، الأدلة التي ذكرت في هذه المسألة غير مقنع ولا شاف، لذلك قال أنا احتجت أطول وأشرح المسألة، فقد فرغنا عن إثبات أحد الأصلين، وهو أن العالم لا يخلو عن الحوادث. نعم نحن قلنا كل جسم لا يخلو عن الحوادث، نحن قلنا هنا كل جسم لا يخلو عن الحوادث، قال انتهينا من هذا. هو قال أصلا هذا لا نزاع فيه حتى مع الفلاسفة، قال لكن حتى نقيم رسم الدليل لو نتكلم فيه، وأطال فيه. لا سينتقل إلى الأصل الثاني بعد قليل. قال وهو أن العالم لا يخلو عن الحوادث، فإنه لا يخلو عن الحركة والسكون، وهما حادثان وليس بمنتقلين، مع أن هذا الإطناب ليس في مقابلة خصم معتقد كما قال في البداية. أصلا الفلاسفة لا يعتقدون هذا، لا يعتقدون أن الأجسام تخلو عن الأعراض. نعم. لأنهم يقولون الهيولة لا تخلو عن الصورة، هم يسلمون بهذا، إذ أجمع الفلاسفة على أن أجسام العالم لا تخلو عن الحوادث، وهم المنكرون لحدث العالم، هم المنكرون لي يعني يعني هم المنكرون لحدث العالم، يعني هم الخصم في المسألة، هم خصمنا في حدوث العالم، ومع ذلك لا ينكرون هذا إلا هذه المقدمة من الدليل. فإن قيل فقد بقي الأصل الثاني، الآن ينتقل إلى الأصل الثاني من الاستدلال. ممكن نقف قليلا تستريحون، يعني 10 دقائق إذا تحبون.
ثم نكمل لأنه عندنا درسان اليوم. صحيح. بسم الله، نبدأ نتابع من جديد. يقول: فإن قيل فقد بقي الأصل الثاني وهو قولكم إن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، فما الدليل عليه؟ قلنا كل جسم لا يخلو من الحوادث، أثبتنا هذا. فالمقدمة الثانية، الأصل الثاني في الدليل، وهو كل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. نعم. يقول: فما الدليل عليه؟ قلنا: لأن العالم لو كان قديما مع أنه لا يخلو عن الحوادث لثبتت حوادث لا أول لها. نعم، إنه العالم، نحن نقول العالم لا يخلو من الحوادث، وهم سلموا هذا، العالم لا يخلو من الحوادث، فنقول الذي لا يخلو عن الحوادث هو حادث. يقولون: لا، لماذا؟ فنقول: طيب، نفترض أن العالم قديم، نفترض العكس، نفترض أن العالم قديم وهو في نفس الوقت لا يخلو عن الحوادث، إذن ثبتت الحوادث في الأزل، لأن العالم قديم أزلي والعالم لا يخلو عن الحوادث، فينتج من ذلك أن الحوادث موجودة في الأزل. نعم. إذن قال: لثبتت حوادث لا أول لها، حوادث ليس لها بداية، يعني حوادث قديمة، وللزم أن تكون دورات الفلك غير متناهية الأعداد. يعني هذه مثال دورات الأفلاك، الشمس، القمر، كذا، دورات الأفلاك حادثة. نعم. قال: لزم أن تكون هذه الدورات لا نهاية لها في الماضي، طبعا لا نهاية لها في الماضي، يعني أزلية، غير متناهية الأعداد، وذلك محال، لأنه يفضي إلى المحال. هذا مستحيل، أن تكون دورات الأفلاك ليس لها عدد متناهي، ليس لها عدد متناهي، غير متناهية العدد مستحيل، لابد تكون متناهية العدد. لماذا؟ قال: لأنه يفضي إلى محال، هذه المسألة تؤدي إلى مستحيل فهي مستحيلة، وما يفضي إلى المحال فهو محال، ونحن نبين أنه يلزم عليه ثلاث محالات. يلزم من قولنا إن دورات الفلك غير متناهية العدد، يلزم ثلاث مستحيلة. الأول: أن ذلك لو ثبت أن دورات الفلك لا نهاية لها، غير متناهية العدد، لكان قد انقضى ما لا نهاية له ووقع الفراغ عنه وانتهى. الله أكبر، الله أكبر. يقول: لو ثبت أن دورات الفلك لا نهاية لها في العدد، غير متناهية العدد، يعني لا نهاية لها في الماضي، لكان قد انقضى ما لا نهاية له. إذن الذي لا نهاية له من العدد قد انقضى وانتهى وفرغ منه، لأنه يعني هذا يقع في الماضي، يقع تحت الوجود، فنقول الذي وجد، نعم، الذي انقضى، الذي انتهى في التاريخ من الحوادث، من دورات الفلك، كم دورة؟ تقول لي غير متناهي، يعني إذن الغير متناهي انتهى، الغير متناهي انقضى، الغير متناهي يعني فرغ منه كما قال. هذا معنى. ممكن واحد يقول لي: لكنه مستمر، لم ينتهي. لكن هذا مستمر، هذا خيال، ما زال لم يستمر حتى الآن، يعني احنا نتكلم عن الواقع، في الواقع هو انتهى الآن. نعم. يقول لي: الشمس لكن ما زالت تتحرك. أقول له: هذا في المستقبل، المستقبل غيب ما زال. طيب لو انتهى العالم؟ نعم. وهكذا. فإذن الذي لا نهاية له في هذه اللحظة انتهى. نعم. يعني أنا أضرب مثال آخر، أو يعني بطريقة بسيطة، نقول مثلا الآن العالم يتحرك ويتدور الشمس والقمر والأرض وكذا وكذا. الآن أنا أنظر العالم، لو أخذت صورة للعالم، صورة يعني أوقفت العالم، نعم، فأوقفت الشمس في هذه اللحظة، نعم، أوقفتها لأفكر، ليس أوقفتها يعني في الواقع، أوقفتها لأفكر، لأن الشمس تتحرك، فأنا أريد أدرس حركات الشمس من الأزل، هم يقولون أزلية، أريد أدرسها من الأزل إلى اليوم، لكن هي ما زالت تدور فأنا لن ألحقها، لكن أريد أن أوقفها حتى أستطيع أدرس. نعم. طيب أنا أوقفتها، أقول كم عدد الدورات لا نهاية لها؟ هذا اللا نهاية انتهى الآن،
يعني هذه هي المسألة، إنه لا نهاية له في الماضي، الآن انتهى، نعم قد فرغ منه. نعم تقول لي سيستمر، هذا سيستمر خيال، ما زال لم يقع تحت الوجود. نحن نتكلم عن الذي وقع تحت الوجود، الذي وقع تحت الوجود وانتهى وجوده، يعني دارت الشمس ويعني دورة وانتهت، دورة وانتهت، دورة وانتهت، كم الذي انتهى من دورات الشمس؟ لا نهاية له، هذا الإشكال. نعم يقول ولا فرق بين قولنا انقضى وبين قولنا انتهى. نعم ولا بين قولنا تناهى فيلزم أن يقال قد تناهى ما لا يتناهى، ما لا يتناهى قد تناهى، بدل تناهى انتهى، بدلها انقضى. انقضى أسهل كلمة، أنه انقضى يعني وقع في التاريخ. نعم الدورات الشمس الماضية انتهت، هل هذا يعني أحد من الناس ينكره؟ لا، نقول دورات الشمس الماضية في الماضي إلى هذه اللحظة قد انقضت، انقضت، قضي الأمر. نعم قضيت هذه الدورة، هل يمكن إعادتها؟ دورات الشمس التي حصلت في السنوات الماضية هل يمكن إعادتها؟ لا، الآن لو تدور تدور دورة جديدة، فنتكلم عن الدورات التي انقضت، كم عددها؟ لا نهاية يقولون. فاللامتناهي تناهى، اللامتناهي انقضى، انقضى قل بدلا منها انتهى أو تناهى، تناهى الذي لا يتناهى. نعم فيلزم أن يقال قد تناهى ما لا يتناهى، ومن المحال البين أن يتناهى ما لا يتناهى، وأن ينتهي وينقضي ما لا يتناهى، هذا محال، يعني تناقض في نفس العبارة، تناهى ما لا يتناهى، تناهى الذي لا يتناهى، انتهى الذي لا ينتهي. المحال الثاني أن دورات الفلك إن لم تكن متناهية فهي إما شفع وإما وتر، وإما لا شفع ولا وتر، وإما شفع ووتر معا، كاحتمالات عقلية، أربع احتمالات. دورات الفلك إن لم تكن متناهية كما تقولون، نحن نقول متناهية، أنتم تقولون هي غير متناهية، فنقول هذه العدد الغير متناهي إما شفع وإما وتر، وإما لا شفع ولا وتر، وإما شفع ووتر معا، وهذه الأقسام الأربعة محال، يعني كل واحد منها محال، فالمفضي إليه محال، مكتوب عندي فالمفضى، مفضي صلحوها، فالمفضي إليه محال، إذ يستحيل عدد لا شفع ولا وتر، هذا مستحيل، رفع النقيضين لأنه، أو شفع ووتر معا، هذا جمع النقيضين أيضا مستحيل، فإن الشفع هو الذي ينقسم قسمين متساويين كالعشرة مثلا، والوتر هو الذي لا ينقسم قسمين متساويين كالسبعة مثلا، وكل عدد مركب من آحاد إما أن ينقسم قسمين متساويين أو لا متساويين، فأما أن يتصف بالانقسام وعدم الانقسام، يعني يكون شفع ينقسم ويكون وتر لا ينقسم إلى قسمين متساويين أو ينفك عنهما جميعا فهو محال. يقول أي عدد إذا ينقسم بالتساوي هذا نسميه شفع، مثل أربعة والستة والثمانية والعشرة، إذا لا ينقسم إلى قسمين متساويين، يعني ينقسم ولكن ليس بالتساوي، فهذا نسميه وتر. يقول نقول شفع ووتر معا مستحيل، لماذا؟ قال لأنه يعني ينقسم ولا ينقسم، ينقسم بالتساوي ولا ينقسم بالتساوي، إذا قلنا لا شفع ولا وتر يعني العكس، لا بين قوسين ينقسم ولا بين قوسين لا ينقسم، يعني أولا نقول ينقسم ولا ينقسم، الثاني نقول لا بين قوسين ينقسم ولا بين قوسين لا ينقسم، نفس النتيجة في النهاية. نعم قال وإذا باطل يكون شفع ووتر معا، باطل يكون لا شفع ولا وتر، قال وباطل أن يكون شفعا، لأن الشفع إنما لا يكون وترا لأنه يعوزه واحد. يقول مستحيل يكون هذا العدد شفع، لأن الشفع هو ليس وترا
لأنه يحتاج إلى واحد، لو أخذ واحد صار وترا. نعم، يعني ما حقيقة الشفع؟ هو الذي بإضافة واحد إليه يصبح وترا. نعم، فإن انضاف إليه واحد صار وترا، فكيف أعوز الذي لا يتناهى واحد؟ يعني الذي لا يتناهى نقول يحتاج إلى واحد حتى يصير وتر، إذا فرضنا أنه شفع فيحتاج إلى واحد حتى يصير وترا. نعم، لكن هو لا يتناهى، فكيف يحتاج إلى واحد وهو فيه الواحد وفي زيادة إلى لا نهاية؟ نعم، يعني لو قلنا هو محدود تمام يحتاج إلى أكثر بواحد، لكن هو غير محدود أصلا فكيف يحتاج إلى واحد؟ نعم، قال ومحال أن يكون وترا، لأن الوتر يصير شفعا بواحد فبقي وترا لأنه يعوزه ذلك الواحد، فكيف أعوز الذي لا يتناهى واحد؟ نعم، يعني طريقة في الاستدلال وحقيقة يعني الأول أقوى منه، يعني الاستدلال الأول أقوى بكثير من الثاني، لأنه ممكن واحد يقول هذا هو لا يقبل الشفع والوتر أصلا، هو واحد ممكن يقول العدد الذي لا يتناهى هو لا يتصف بالشفع والوتر أصلا، فلا نقول إما شفع وإما وتر، هذا الاحتمالات إنما تكون فيما يقبل هذه الصفة. نعم، أما الذي لا يقبل هذه الصفة فلا نصفه بأنه يعني شفع أو وتر أو شفع ووتر أو لا شفع ولا وتر، يعني يمكن الجواب عنه حقيقة. نعم، أو المناقشة فيه على الأقل، يعني أنا لا أدري ربما أنا أجيب فالغزالي يجيب علي أيضا حتى نكون دقيقين، فلكن أقصد أنه يمكن المناقشة فيه، أما الأول فقوي حقيقة. نعم، يعني يحتاج إلى العوز هو الفقر. نعم، هو طبعا أنا قرأت يعوزه لكن بعدها قال أعوز، فإذا قال أعوز من يعوز، إذن يعوز أحسن. نعم، يعني يفقره، يعني يجعله فقيرا. نعم، العوز هو الفقر الاحتياج، فنقول أعوزني كذا وكذا، يعني أفقرني، يعني أحوجني، يعني جعلني أحتاج. نعم، فلذلك نقرأها يعوزه واحد أحسن، يعوزه واحد يعني يفقره، يعني يجعله فقيرا لواحد. طيب، يقول الثالث، المحال الثالث، أنه يلزم عليه أن يكون عددان كل واحد منهما لا يتناهى ثم أحدهما أقل من الآخر. يلزم على دورات الأفلاك أن إذا كانت دورات الأفلاك غير متناهية العدد في الماضي، يلزم أن يكون هناك عددان كل واحد منهما لا نهاية له، ومع ذلك أحدهما أكثر من الآخر والثاني أقل من الأول. ومحال أن يكون ما لا يتناهى أقل مما لا يتناهى، لأن الأقل هو الذي يعوزه شيء لو أضيف إليه لصار متساويا، وما لا يتناهى كيف يعوزه شيء. هذا الدليل أيضا قوي ولعله الأقوى، يعني هذا برهان التطبيق بعبارة أخرى الذي درسناه أصلا سابقا. ليس بدهي، لا يحتاج إلى ترتيب دليل. نعم، يقول أن لو كانت دورات الأفلاك لا متناهية في الماضي في الأزل غير متناهية العدد، قال إذن لو قطعنا هذه الدورات في سنة 2000 مثلا وقلنا لإنسان كم دورة دارت الشمس، يقول لا نهاية ومات هذا الإنسان. جيت لإنسان الآن يعيش في 2017، نعم، قلت له كم دارت الشمس دورة، قال لا نهاية، مع أنه هناك زيادة 17 سنة من 2000 إلى 2017، فنقول دورات الشمس في ذلك العام كانت لا نهاية وفي هذا العام كانت لا نهاية. نعم، ولكن نحن نجزم بأن دورات الشمس الآن تزيد على دورات الشمس في 2000، لأن يعني هناك 17 سنة والشمس تدور. نعم، فيلزم أن تكون دورات الشمس اليوم أكثر من دورات الشمس سنة 2000 مع أنها الآن لا نهاية وفي سنة 2000 لا نهاية لها. برهان التطبيق، يعني كما شرحنا نأخذ سلسلتين من الحوادث، هنا الحوادث دورات الشمس أو الأفلاك،
نقطع السلسلة في نقطة ونقطعها في نقطة أخرى. ثم قالوا ننقل الزيادة إلى الطرف الآخر، ننقل الزيادة إلى الطرف الآخر، ثم نطبق كل دورة مع كل دورة، كل حادث مع الحادث الذي يقابله. نعم. ثم إذا قلنا هذه الزيادة تبقى في الطرف الآخر أو لا تبقى، فإن قالوا لا تبقى أنكروا المحسوس، نحن نقلناه. وإن قالوا تبقى إذن الثانية انتهت وهذه زادت عليها. طيب هل الزيادة محدودة من 2000 إلى 2017؟ محدودة، إذن يلزم الثانية تنتهي. نعم، يعني هكذا نأخذ سلسلة من الحوادث، هذا الأزل، هم يقولون لا نهاية لهذه الحوادث من سنة مثلا 2017، نأخذ سلسلة أخرى من سنة 2000، أيضا هذه الحوادث لا نهاية لها من سنة 2000. فقال نقطع هذه السلسلة في سنة 2000 أيضا، وننقل هذه الزيادة إلى هذا الطرف، ننقل الزيادة إلى الطرف الآخر، ثم نطبق، لذلك اسمه برهان القطع، نقطع السلسلة ثم التطبيق، برهان القطع والتطبيق. فنطبق كل حادث مع ما يقابله، هنا دارت الشمس مرة، هنا دارت الأرض مثلا، دارت الأرض في سنة دورة وهذه سنة دورة، يعني نزلنا إلى سنة 99، وهكذا كل يعني حادث مع ما يقابله، وهكذا نستمر. فنقول هل ستزيد إحدى السلسلتين على الأخرى من الطرف الآخر؟ إذا قال لا لا تزيد أنكر المحسوس، نحن نقلنا الزيادة، كيف لا تزيد؟ أين ذهبت هذه الزيادة؟ نعم. إذا قال نعم ستزيد، معنى الزيادة أنه هذه تنتهي وهذه تزيد، فوصلت إلى إبطال لا نهاية في إحدى السلسلتين. الثانية تزيد، طيب تزيد بكم؟ لا نهاية، لا هي زيادة محدودة 17 سنة، فتزيد بهذه الزيادة وتنتهي. نعم. بهذا نبطل لا نهاية في الماضي. نعم. طيب يقول وبيانه، قبل هذا البيان أنا أذكر إشكال وهو يأتي إلى الأذهان كثيرا ويسأل عنه الناس كثيرا، وربما ذكرناه سابقا لكن نتذكر. يقول واحد طيب نفس هذا الكلام في الحوادث في المستقبل في الجنة مثلا، حوادث الجنة أيضا نحن نقول لا نهاية لها، خالدين فيها أبدا. طيب فلو قطعنا في نقطة من الجنة، نعم يعني في لحظة كذا وكذا، نقول كم الحوادث في المستقبل؟ لا نهاية لها. طيب لو قطعت بعدها بخمس سنوات، طبعا بين قوسين سنوات إن كان هناك سنوات أصلا، ولكن يعني انقطعنا يعني بعدها بجملة من الحوادث، نعم يعني في هذه اللحظة قلت لك في الجنة كم حادث إلى المستقبل، تقول لا نهاية. طيب بعد جملة من الحوادث سألتك نفس السؤال، تقول لا نهاية، وهناك فرق بينهما. هذا السؤال الذي يأتي. نعم. طبعا هذه شبهة قوية، وهي التي جعلت بعض يعني الجهمية مثلا، جعلتهم ينكرون بقاء الجنة والنار. إن يعني إنكار بقاء الجنة والنار أصلها مسألة فلسفية، يعني ليس جهم هكذا جلس ويريد أن ينكر الجنة بقاء الجنة والنار، مسألة فلسفية. كما نحن ننكر التسلسل في الماضي ينبغي أن ننكر التسلسل في المستقبل، لأنه نفس المشكلة التي في الماضي هي مشكلة في المستقبل، إنه هذا يزيد على هذا ومع أنه لا نهاية له. أو بطريقة أخرى مثلا فلان دخل الجنة في أول ما فتحت الجنة مع السابقين، نعم، وعاش في الجنة، فلان لا عذب في النار على ذنوبه ثم دخل الجنة، فهذا كم سيعيش في الجنة من النعيم؟ لا نهاية. وهذا كم سيعيش في الجنة من النعيم؟ لا نهاية. نعم، مع أن هذا يعني قد سبق الآخر، إذن يلزم التفاضل والزيادة وعدم التساوي في اللا نهاية، بين اللا نهاية واللا نهاية نفس الإشكال. الجواب هو كما قال، وهو أنه غير محقق، هذه اللا نهاية غير محققة في الوجود في الجنة
اللانهاية غير محققة تحت الوجود. يعني في كل لحظة من اللحظات الجنة لها بداية ولها نهاية، اللانهاية لا نصل إليها، يعني ما زالت تستمر. نعم، يعني في كل لحظة في الجنة، دخلنا الجنة من يوم كذا ووصلنا إلى اليوم. نعم، بعد 100 سنة ما زلنا الآن بعد 100 سنة بداية ونهاية. نعم، وهكذا نستمر نستمر نستمر، ولكن اللانهاية متخيلة. طبعا هي ستقع، أو يعني كيف نقول، يعني صحيحة لا ننكرها، لكن هي في كل لحظة من حياتنا في الجنة هي تبقى متخيلة. يعني ما لا يوجد لحظة نقول وصلنا إلى اللانهاية، لكن الماضي متحقق. هذا الفرق بين السلسلتين. لذلك نحن هنا نقطع ونقيس بين سلسلتين موجودتين. في المستقبل نحن نقطع ونقيس بين سلسلتين متخيلتين، خيال. ففي الخيال التساوي والزيادة والنقصان يجري بلا حقيقة. نعم، يعني أنت قد تتخيل أي شيء، خيال يبقى ليس متحققا. نعم، لذلك في الجنة حقيقة مثلا فلان دخل الجنة من أول يوم كما قلنا، وفي لحظة من اللحظات سألنا، نعم، كم حادث حدث في الجنة، سيكون رقم محدود. فلان لا دخل من هنا، انظر إلى يدي، فلان دخل من هذه اللحظة إلى هذه اللحظة، سألنا كم حوادث الجنة، كم نعيم الجنة، كم أكلت في الجنة، سيكون رقما محدودا. فلان دخل بعده 100 سنة مثلا، أيضا من هنا إلى هنا رقما محدودا، سيكون رقما محدودا. نعم، لو فرضنا بعد 1,000,000 سنة سألنا نفس السؤال في الجنة، من هنا إلى 1,000,000 رقم محدود، فلان دخل من هنا إلى 1,000,000 رقم محدود. وأينما قطعت أنت ستقطع من بداية إلى القطع، لن تجد يعني طرف لا نهاية. لكن هنا نحن نقطع، والطرف هذا في الأزل. نعم، يعني حيثما قطعنا في أي سنة قطع، نحن نعيش هكذا الآن، نعيش في هذا الطرف، نزيد سنة 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 إلى هذا الطرف، إلى هذه الجهة من اليمين إلى اليسار. نعم، ففي أي درجة في أي سنة تقطع، إلا نهاية في طرف وأنت في طرف آخر. لكن في الجنة أنت بدأت من بداية، وفي أي سنة تقطع، نعم، ستقطع من سنة محدودة إلى سنة إلى يوم ما، إلى نقطة محدودة. نعم، إلا نهاية لم تقع حتى الآن، فهي حوادث حوادث متخيلة. يعني نقول سنأكل في الجنة بلا نهاية، لكن الذي أكلناه فعلا منتهي. نعم، في كل سنة نقول سنأكل بلا نهاية، ولكن الذي أكلناه متناهي. لذلك يجري القياس بين متناهيين، يعني فلان دخل من أول يوم، فلان دخل بعد 10 سنوات، يقيسان بين نعيمين متناهيين. يقول كم أكلت أنت، كم تفاحة أكلت أنا، كم تفاحة أكلت، كم موزة كم موزة، كم عنب كم عنب، إلى آخره. نعم، لكن اللانهاية لا، لا خيال ما زال. نعم، وهذا في الرياضيات الآن، إنه في الرياضيات يقولون، لكن الآن في الرياضيات يقولون مثلا أنت بدأت من 5 تعد 6 7 8 9 10 إلى اللانهاية، أنا أبدأ من 10 وأبدأ 10 11 12 كذا إلى اللانهاية. واحد يقول لي طيب لا يتساويان، أو عفوا لا يتناهيان مع وجود الفرق بينهما، يبطل يعني يشكل على هذا الدليل، وهو إشكال حقيقة جيد. لكن جوابه أن هذه أرقام أيضا خيالية، نحن لا نعد شيء تحت الوجود، نعد خيال، نفرض 1 نفرض 10 نفرض 100 نفرض كذا، لكن ما وقع تحت الوجود هو متحقق، فهذا يجري بينه التفاضل والتساوي حقيقة. نعم، هذا هو الفرق بينهم. لا نهاية في الأزل يعني لا بداية. تمام، لماذا لا يلزم؟ لأن البداية متحققة والنهاية متحققة، إلا نهاية ما زالت متخيلة. نعم، إلا نهاية ما زالت متخيلة. تمام،
لكانت يجب أننا ليس موجود. لا هذا استدلال آخر كان. هذا كان استدلال آخر. لا هذا شيء آخر أنه لو كان يعني كل لو كانت العالم يأتي من عالم يأتي من عالم قبله يأتي من عالم قبله دون وجود إله إذن يلزم من ذلك أن هذا العالم غير موجود اليوم أصلا هذه العوالم كلها غير موجودة كما قلنا مثال الأطفال يسقطون أو هكذا نعم هذا استدلال آخر لكن هذا أيضا لا يلزم في الجنة لأنه نحن نقول الجنة بدأت من شيء ليس من جنسها وهو من الله تعالى الله خلق الجنة ثم هذا النعيم في الجنة يأتي منه نعيم آخر ونعيم آخر ونعيم آخر يعني حتى لو قلنا بالتسلسل مع أنه أهل السنة لا يقولون بهذا يعني نحن نقول الله فاعل كل شيء يعني ليس أن الله يخلق أول مثلا شجرة ثم الشجرة لوحدها تثمر ثم تصبح بذرة والبذرة تخلق شجرة أخرى وهكذا نحن لا نقول بها نقول نحن الله يخلق كل شيء نعم هذه الأسباب فقط ظاهرية لكن حتى لو قلنا بالتسلسل الحقيقي كالمعتزلة يقولون بالتسلسل الحقيقي في التولد يعني الله يخلق الشيء أول مرة ثم هو يتولد من بعضه البعض فحتى لو قلنا بهذا أن الله خلق شجرة الجنة ثم الشجرة تعطي ثمرة الثمرة تصبح بذرة البذرة تزرع في التراب تخلق شجرة أخرى تصبح ثمرة وهكذا بلا نهاية حتى لو قلنا بهذا لكن لو قلنا بالتسلسل إلى اللا نهاية في المستقبل بهذه الطريقة يبقى الجنة بهذه الطريقة لكن هي مستندة إلى وجود الله في البداية يعني قطعنا سلسلة الحوادث بوجود ليس من جنس الحوادث يعني كانت المشكلة في أن العالم لو جاء من عالم جاء من عالم جاء من عالم نقول لا يوجد العوالم لماذا؟ لأن كل واحد لا يستطيع يعني يعطي للآخر يعطي الوجود للآخر يعني هذا العالم من أين أخذ الوجود من هذا طب هذا فقير مثله من أين أخذ الوجود من الذي قبله من الذي قبله من الذي قبله لو فرط مليون عالم أو لا نهاية غير موجود إلا أن تقف عند شيء ليس من جنس العالم أعطى العالم الأول الوجود فيعطي جميع العوالم الوجود وهذا ما حصل في الجنة الجنة فيها نعيم لا نهاية له لكن في البداية هو خلقت من الله تعالى فإيجاد الله لأول يعني شجرة في الجنة هو إيجاد لكل نعيم الجنة طبعا هذا إن قلنا بالتولد لكن نحن لا نقول به أصلا نعم كان مثل مثال القطار عندي 100 عربة أو 100 قاطرة نعم كل واحدة لا تستطيع أن تتحرك بنفسها فضلا عن تحريك غيرها هذه القاطرة لا تتحرك بنفسها تأخذ الحركة من هذه القاطرة طب هذه أيضا لا تستطيع تحريك نفسها فكيف تحرك غيرها تقول تأخذ من غيرها تأخذ من غيرها تأخذ من غيرها إذا لم تقف عند محرك يعني قاطرة فيها موتور يحركها فهذا القطار كله لا يتحرك لكن وقفنا في أول واحد عند واحد انتهى كذلك في الجنة نفس الشيء طيب لا تعرف نهايته لا يعني هو له نهاية ولكن لا نعرفها يعني العبارة خطيرة أصلا يعني ربما هو يقصد بها معنى صحيح أو يريد حل الإشكال ولكن العبارة في ظاهرها خطيرة نعم يقول إنه لا تعرف نهايته لا تعرف نهايته يعني ربما لها نهاية وأنا لا أعرفها وربما ليس لها نهاية يعني الأمر مفتوح فالعبارة خطيرة حقيقة نعم لا هي الجنة لا نهاية لها نعم الجنة لا نهاية لها ولكن هذه اللا نهاية لا تقع تحت الوجود نعم. فكل ما يقع تحت الوجود يبقى محصورا المشكلة يعني في الماضي أنه هذا يقع تحت الوجود فيكون يعني محصور وانتهى وهو غير محصور لكن هو لا نهاية له
هذه المشكلة، يعني الجواب الأول كان والجواب الأخير. نعم، إنه هو وقع اللامتناهي، انتهى اللامتناهي. في الجنة لا يحصل هذا، لأنه يعني في كل لحظة الذي ينتهي هو عدد متناهي، واللامتناهي ما زال في الأمام. طيب، يقول وبيانه أن زحل عندهم، زحل كوكب في التركية نفس الاسم، كيف؟ ساتوم، ساتور، تور، إن آخر شيء، ساتورون. يقول أن زحل عندهم يدور في كل 30 سنة دورة واحدة. زحل معروف عندكم، الذي حوله الكويكبات الصغيرة، الحجارة الصغيرة، فهو كوكب وحوله دوائر كثيرة. نعم، بجانب الجوبيتر. يقول أن زحل عندهم يدور في كل 30 سنة من سنوات الأرض، يعني دورة واحدة، يعني السنة في زحل، السنة في زحل 30 سنة في الأرض، والشمس تدور في كل سنة دورة واحدة، فيكون عدد دورات زحل مثل ثلث عشر دورات الشمس. إذ الشمس تدور في 30 سنة 30 دورة، يعني طبعا هو يقول الشمس تدور، الشمس كذا يقصد الأرض. نعم، يعني هو يقول الشمس تدور في كل سنة دورة واحدة، طبعا الأرض تدور حول الشمس مرة واحدة في السنة، هو لأنه قال قبل قليل الأرض ساكنة، وهكذا تصورهم في عصره. لكن المثال يعني بغض النظر عن الخلل في كلمة منه، المثال صحيح، زحل يدور في 30 سنة حول الشمس مرة واحدة. الأرض، لا نقول الشمس، الأرض تدور في كل سنة حول الشمس مرة واحدة. يعني لو أنت تعيش على الأرض يكون عمرك 30 سنة، أنا أعيش على زحل يكون عمري سنة واحدة، مع أننا ولدنا معا مثلا. يقول وزحل يدور دورة واحدة، والواحد من 30 ثلث عشر، ثم دورات زحل لا نهاية لها، وهي أقل من دورات الشمس أو الأرض كما قلنا، إذ يعلم ضرورة أن ثلث عشر الشيء أقل من الشيء. كم دورة دارت الأرض من الأزل إلى اليوم؟ لا نهاية له. كم دورة دارت زحل، كم دورة دار زحل من الأزل إلى اليوم؟ لا نهاية له عندهم، لأنه من الأزل. مع أن دورات الشمس، دورات الأرض أكثر بكثير، يعني ضرب 30 من دورات زحل، يعني الرقم الذي هو لدورات الأرض، عفوا الذي هو لدورات زحل، نضربه ضرب 30 يكون دورات الأرض. دورات زحل ضرب 30 يكون دورات الأرض، ومع ذلك يقول لا، هذا لا نهاية وهذا لا نهاية، متساوية. نعم، مشكلة حقيقة. قال والقمر يدور في السنة 12 مرة، فيكون عدد دورات الشمس مثلا، الأرض طبعا ليس الشمس، نصف سدس دورات القمر. نعم، يعني ضرب 12، نصف السدس يعني ضرب 12، يعني كم مرة دار الأرض، كم مرة دارت الأرض حول الشمس، كذا وكذا، ضرب 12 يكون دورات القمر، يكون دورات القمر ضرب 12. نعم، ثم يقول هذا لا نهاية وهذا لا نهاية، فهما من حيث لا نهاية متساويان، من حيث ضرب 12 لا يتساويان. فإشكال. يقول وكل واحد لا نهاية له، وبعضه أقل من بعض، وذلك من المحال البين. نعم، نفس السؤال في الرياضيات، واحد يقول لي لكن في الرياضيات الآن لو قلت لا نهاية، لو قلت لا نهاية، نعم نعم، ثم لو قلت لا نهاية ضرب 100، كم جوابها؟ لا نهاية. نعم، وهذه لا نهاية وهذه لا نهاية متساوية. يعني هذا سؤال يسأله أحيانا الناس لما نشرح هذه المسألة، يقول كل هذا الكلام بقواعد الرياضيات لا يصح،
لأن اللا نهاية ما فهمت لا نهاية ضرب مئة أيضا لا نهاية واللا نهاية تساوي لا نهاية. نرجع مسألة التحقق والتخيل هو جوابه. إن هذا أرقام متخيلة. أنت لا تتكلم عن شيء تحت الوجود. تتكلم عن شيء مطلقا. أما أتكلم عن شيء تحت الوجود وقع تحت الوجود يعني وجد في العالم حقيقة ثم تضاعفه يعني ضرب اثنين نضاعفه ثم نضاعفه ثم نضاعفه ثم نضاعفه مئة مرة وتقول لي بقي كما كان في أول مرة هذا لا يمكن يعني تعقله. نعم يعني آتيك مثلا بمادة وبمادة أخرى متساوية ثم أقول لك في الميزان متساوية ثم أقول لك خذ هذا الطرف من الميزان وضع معه مثله ومثله ومثله مئة مرة ضرب مئة ثم تقول لي يبقى الميزان متساوي لا يقبل العقل هذا مستحيل. نعم الرياضيات هي يعني أرقام خيالية ولا يتكلم عن شيء تحت الوجود ويتكلم عن خيال. نعم لو أنا بقيت أمشي في المستقبل لا نهاية وأنت بقيت تمشي يعني وضاعفت سرعتك أيضا مثل مئة مرة تمام لا نهاية لا نهاية هذا خيال لأنه نعم. لكن يعني نفس مسألة أهل الجنة. نعم نفس المسألة. طيب يقول فإن قيل مقدورات الله تعالى عندكم لا نهاية لها وكذا معلوماته عند أهل السنة وعند كثير من الفرق الإسلامية مقدورات الله تعالى لا نهاية لها يعني على كم يقدر الله تعالى لا نهاية يقدر على ما لا نهاية له من المقدورات ومعلومات الله تعالى يعني ما هي الأشياء التي يعلمها الله لا نهاية له. نعم والمعلومات أكثر من المقدورات. لماذا المعلومات أكثر من المقدورات؟ يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل. القدرة تعلق بالواجب بالجائز فقط. قال إذ ذات القديم وصفاته معلومة له تدخل يتعلق بها العلم وكذا الموجود المستمر الوجود معلوم لله وليس شيء من ذلك مقدورا يعني هذه واجبات. نعم هذه واجبات فالواجب معلوم لله لكن ليس مقدور. نعم يعني أو نقول ليس تحت القدرة. نعم يعني لا تتعلق به القدرة أصلا. قلنا نحن إذا قلنا لا نهاية لمقدوراته لم نرد به ما نريد بقولنا لا نهاية لمعلوماته يعني نحن نقول العبارتين جميعا يقول ولكن على فرق بينهما بل نريد به عندما يعني نقول لا نهاية لمقدورات الله أن لله تعالى صفة يعبر عنها بالقدرة يتأتى بها الإيجاد أو يتأتى يعني هو وضع ضمة لكن هل عندكم ضمة؟ جيد يبدو هنا بعض الأخطاء أصلحوها. نعم يتأتى وهذا هو يتأتى بها الإيجاد وهذا التأتي لا ينعدم قط هذا معنى لا نهاية لمقدورات الله يعني أن الله له صفة القدرة وهذه الصفة يحصل بها الإيجاد يتأتى بها الإيجاد يكون بها الإيجاد. نعم وأي موجود فرضنا أو أي شيء يمكن وجوده فرضنا يمكن للقدرة أن توجده. إذن اللانهاية هنا متخيلة بالمنطق الذي درسناه قبل قليل أنه لو فرضت في العالم أي شيء ممكن يمكن لله أن يخلقه فمقدرات الله لا نهاية لها يعني لا حد لقدرته لأن يعني القدرة لا تفنى لا تنعدم لا تقف عاجزة في لحظة من اللحظات. لكن مقدرات الله حقيقة في الواقع تحت الوجود هل مقدورات الله متناهية التي وقعت تحت الوجود؟ مقدورات الله ما هي الممكنات؟ الممكنات يعني العالم العالم متناهي أو غير متناهي؟ متناهي. نعم يبدأ من مثلا مركز الأرض وينتهي بالعرش. نعم يعني إن فرضنا العالم كرة مثلا نحن لا نعرف طبعا شكل العالم بالضبط لكن لو فرضنا كرة هذا أقرب تصور لأنه السماوات كذا. نعم فإن قلنا لو فرضنا الأرض هي مركز العالم ونحن لا نعرف هذا حقيقة أنه ربما ليس الأرض مركز العالم لكن لو فرضنا نعم كفرض أنه الأرض مركز العالم
فنمشي نمشي إلى السماء الأولى، السماء الثانية كذا كذا، الجنة النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعلى الجنة الفردوس الأعلى وسقفها العرش. إذن من المركز الأرض إلى العرش محدود. إذن مقدورات الله التي وقعت تحت الوجود هي متناهية، لكن مقدورات الله يعني ما من شأنه أن يقدر لله تعالى، هذا الذي لا يتناهى. يعني أي افتراض من الممكنات أنت افترضته الله تعالى قادر عليه. لا يعني هذا مستقيم، ولكن الأمر يعني يحتاج توضيح أكثر من هذا. مقدورات الله لا نهاية، يعني هنا المقدور اسم مفعول، يعني ما وقع تحت القدرة. نعم، ما وقع تحت القدرة في الوجود أو ما وقع تحت القدرة في التعقل في الفهم. ما وقع تحت القدرة في الوجود هذا متناهي، ما وقع تحت القدرة في الفهم هذا لا متناهي، ليس متناهي. لماذا؟ لأن الاحتمالات الإمكان يعني الممكنات هي احتمالات. أي ممكن لو أخذت ممكن واحد تستطيع تأتي له من الاحتمالات ما لا نهاية له. يعني نفرض الآن الأرض لها قمر، نقول الأرض لها قمران، أرض لها ثلاثة أقمار، أرض لها أربعة، أرض لها خمسة أقمار، أرض يعني فقط بمثال الأرض من العالم. يعني هل الله تعالى قادر أن يخلق للأرض قمرين؟ طبعا ثلاثة، نعم، خمسة، عشرة، مليون، مليار، إلى لا نهاية. فهذا في مثال واحد. وهكذا هذا معنى مقدرات الله لا نهاية لها. يعني ما يقع تحت قدرة الله من الممكنات في الفهم والتعقل في التخيل يعني هذا لا نهاية له. أما في الواقع نحن نقول العالم له بداية وله نهاية، له نهاية في المساحة وله نهاية في الزمان. نعم، وله بداية في المساحة وله بداية في الزمان. نعم، يعني لأنهم يقولون العالم يتوسع، فالعالم كان مثلا له مساحة معينة بغض النظر نقطة صغيرة أو كذا، كان له مساحة والآن يتوسع، لكن هذه المساحة محدودة سواء صغيرة أو كبيرة، وفي زمانه له بداية وله نهاية. إذن مقدورات الله تعالى يعني ما يقع تحت قدرة الله في الوجود هذا متناهي. أما معلومات الله حتى في الوجود، في الوجود ما يقع تحت العلم في الوجود يعني ما علمه الله فعلا، نرجع للقدرة، نقول ما مقدورات الله يعني ما يقع تحت قدرة الله في الوجود، يعني ما قدر الله عليه فعلا بالفعل هذا قلنا متناهي. أما ما يقدر عليه هذا لا متناهي. لكن العلم مختلف، نقول معلومات الله يعني ما يقع تحت علم الله فعلا، يعني ما علمه الله فعلا هذا لا متناهي. حتى في الوجود لا متناهي، يعني ما وقع من أو كيف ما علمه الله فعلا ووقع علمه، لأن الله يعلم ما كان، ما يكون، ما سيكون، ما لم يكن، لو كان كيف يكون، حتى الأشياء التي لم تكن لو كانت كيف ستكون، وهذا كله وقع في علم الله. يعني علمه الله فعلا، أقصد بوقع يعني علمه الله فعلا. إذن معلومات الله لا نهاية لها تخيلا وفعليا، لكن مقدرات الله لا نهاية لها تخيلا، أما فعليا هي متناهية. فالآن لما نقيس نقول معلومات أكثر من المقدورات، لا نهاية واللا نهاية في التخيل، والتخيل قلنا يجري فيه التفاضل في الرياضيات في الجنة وفي معلومات الله ومقدرات الله. نعم، ما دام اللا نهاية متخيلة في مقدرات الله، هنا متخيلة، فيجري فيها التفاضل. ممكن تقول معلوماته أكثر من مقدراتي، أو لا تقول، يعني يجري فيها التفاضل والتساوي. لكن الآن نقول في الواقع يعني ما وقع فعلا، ما حصل فعلا، معلومات الله الفعلية، نعم، يعني ما علمه فعلا وما قدر عليه فعلا، هذا لا متناهي، هذا متناهي. انتهت المشكلة، معلومات الله أكثر من مقدوراته بهذا المعنى. نعم، نعم، بالقوة، يعني بالفعل بالقوة، يعني ما من شأنه أن يكون كذا، ما يمكن أن يكون كذا.
نعم. كيف الواجبة؟ الواجبة معلومة لله ليست مقدورة، الواجب لا يدخل تحت القدرة. ما فهمت السؤال. معلومات الله مقدورات الله لا نهاية لها، الواجب ليس بداخل. مقدورات الله في الجائزات فقط، في الممكنات فقط، والممكنات ممكن أن تأتي لممكن واحد تضع له من الاحتمالات ما لا نهاية له، وكل هذه الاحتمالات مقدورة لله. يعني هل أنا كإنسان خلقت بهذا الطول، هل ممكن الله يخلقني بأطول 1 سنتيمتر؟ نعم. 2؟ نعم. 3 4 5 كذا كذا كذا، أقصر كذا وكذا، لا تتناهى الاحتمالات. نعم. هل يكون يخلقني الله قبل سنة، بعد سنة، قبل سنتين، بعد سنتين، قبل 5، بعد 5؟ لا نهاية للاحتمالات، وكلها مقدورة لله تعالى. وصلت؟ لا. كيف قدرة الله تتعلق بالواجب؟ لا يمكن هذا، حتى بالقوة لا يمكن، لأن الواجب لا يتصور عقلا، لأن الواجب يعني هو موجود، فالقدرة توجده تحصيل حاصل، تعدمه لا يقبل العدم، لا يمكن هذا، لا يتصور عقلا أصلا. نعم. يعني تناقض عقلي. نعم. يعني ما يقول تقع تحت القدرة، إذن أنت تفرض أنه يقبل الإيجاد والإعدام، ولكنك تقول هو واجب لا يقبل الإيجاد ولا الإعدام، لأن الواجب موجود لا يقبل الإيجاد. لما تقول قدرة يعني يتأتى بها الإيجاد والإعدام، صفة يتأتى بها يعني يحصل بها الإيجاد والإعدام، طبعا هذا على تعريف الأشاعرة للقدرة. نعم. فيتأتى بها الإيجاد والإعدام. الواجب ليس من شأنه الإيجاد، ويعني لا حقيقته لا تقبل الإيجاد يعني أن يوجد، ولا الإعدام أن ينعدم، بل هو موجود ليس بالإيجاد، موجود. نعم. يعني إيجاد من أوجد، أما الوجود من وجد. نعم. فحقيقته لا تقبل الإيجاد ولا الإعدام. لكن هنا الفرق أنه العلم بالقوة، لا، العلم بالفعل ليس بالقوة. نعم. نعم. العلم بالفعل. نعم. يعني العلم في الفعل لا يوجد بعلم بالقوة. نعم. الله عالم بكل شيء فعلا. نعم. طيب، قلنا نحن إذا قلنا لا نهاية لمقدوراته لم نرد به ما نريد بقولنا لا نهاية لمعلوماته، بل نريد به أن لله تعالى صفة يعبر عنها بالقدرة يتأتى بها الإيجاد، وهذا التأتي لا ينعدم قط. يعني حيثما فرضت ممكنا فهو داخل تحت قدرة الله. هذا التأتي يتأتى بها الإيجاد، يتأتى بها إيجاد الممكنات، هذا التأتي لا ينعدم أبدا، أي ممكن فرضته فيتأتى إيجاده بالقدرة. وليس تحت قولنا هذا التأتي لا ينعدم إثبات أشياء، يعني نحن ما أثبتنا في الواقع حتى الآن شيئا، فضلا عن أن توصف بأنها متناهية أو غير متناهية. يعني بطريقة أخرى، الله تعالى في الأزل موصوف بالقدرة، نعم، لكن حتى الآن لم يخلق شيئا، نعم، يعني لم يوجد شيئا ولم يعدم شيئا، كان الله ولم يكن شيء غيره. فلو أنا فكرت في ذلك الوقت يعني مع تساهل في التعبير، أنا أصلا غير موجود، ولكن لو هكذا قلنا، لو أنا أفكر في ذلك اللحظة وأقول مقدورات الله كم، أقول لا نهاية لها، مع أنه حتى الآن لا يوجد ولا مقدور في الواقع تحت الوجود، لم يخلق الله شيئا حتى الآن، لذلك تعلق القدرة تعلق صلوحي في الأزل، نعم، ما نجزت شيئا، فنقول لكن مقدورات الله في الأزل لا نهاية لها، مع أنه حتى الآن لا مقدور في الواقع ولا مقدور. إذا هو قال ليس تحت قولنا هذا التأتي لا ينعدم،
يعني التأتي الإيجاد، أنه القدرة يتأتى بها الإيجاد، هذا التأتي لا ينعدم لا يتوقف. ليس تحت هذا القول إثبات أشياء، نحن لم نثبت شيئا حتى الآن، فضلا عن أن تكون متناهية أو غير متناهية. نعم. وإنما يقع هذا الغلط لمن ينظر في المعاني من الألفاظ، هذا حتى في المقدمة ذكره، تذكرون قرأنا قال وإنما يقع أكثر الجهالات من تطلب، أو يعني هكذا العبارة بمعناها، من تطلب المعاني من الألفاظ. نعم. نوجد معلومات الله لا نهاية لها، مقدرات الله لا نهاية لها، صار عنده مشكلة. نعم. يعني جعل اللفظ أصلا والمعنى فرعا، وليس كذلك، المعنى هو الأصل عندنا، واللفظ يعبر به عن المعنى، لذلك يعني العبارات تتشابه ولكن المعاني مختلفة. نعم. العبارات تتشابه والمعاني مختلفة. نعم. تمام. ولكن لا ينضبط باللفظ، اللفظ مرن، يقبل التوسع، يقبل التضييق، يقبل يعني التخصيص بقرائن، يقبل التقييد بشروط، يقبل الحقيقة، يقبل المجاز. نعم. يقبل اختلاف الاصطلاح، اصطلاحي كذا واصطلاحك كذا. فاللفظ مرن، المعنى هو الأصل في العقليات نحن نتكلم. نعم. لكن في اللغة مثلا تقول لي لا، في اللغة اللفظ هو الأصل والمعنى فرع عنه، في القرآن الكريم اللفظ هو الأصل والمعنى فرع عنه، نتكلم في العقليات، في العقليات نحن نعبر عن فكرة، فلسفة. نعم. فكرة ثم نعبر عن هذه الفكرة بلفظ، فلسفة أخرى عبرت عنها الألفاظ أضيق من الأفكار، مهما كانت اللغة واسعة لكن مع ذلك اللغة أضيق من الأفكار، لذلك نحتاج أن نكرر بعض الألفاظ، نكرر بعض العبارات، نأتي بنفس الجملة هنا وهنا لكن مع الفرق بينهما. مثل هنا مقدرات الله لا نهاية لها، معلومات الله لا نهاية، لأنه ليس عندي في اللغة يعني اسم مفعول خاص بما هو فعلا واسم مفعول بما هو يعني بقوة. لو كان عندي في اللغة لقلت معلومات الله وقلت كلمة أخرى، لكن ما عندنا في اللغة، لذلك استعملنا نفس الكلمة. نعم. فاللغة أضيق من الأفكار. نعم. وهكذا. تمام. لكن التأتي لا ينعدم، ليس المتأتى، يعني المقدور هو المتأتى من القدرة، لكن نفس التأتي يعني الذي هو القدرة، ما هو هذا هو المصدر، يعني القدرة يتأتى بها، يعني نحن أصلا أتينا بكلمة قد يتأتى حتى لا نعيد الكلمة، لكن هي الأصل نقول القدرة يقدر الله بها على الإيجاد، هكذا الأصل، لكن حتى لا يكون تكرار بين التعريف والمعرف بدلنا كلمة يقدر بيتأتى. نعم. فنفس الشيء المقدور يقابل المتأتى. نعم. التأتي يعني الاقتدار، الاقتدار لا ينعدم، اقتدار الله تعالى على الإيجاد لا ينعدم، لكن المتأتى طبعا ينعدم ويوجد ويكون موجود في زمان لا يكون موجود في الأزل، لا متأتى أصلا، المتأتى غير موجود، لكن التأتي موجود. نعم. يعني اقتدار الله موجود، المقدور غير موجود الآن في هذا الزمان، التأتي موجود والمتأتى موجود، يعني الاقتدار موجود والمقدور موجود. يوم القيامة لما يفنى كل شيء، لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، ينعدم كل شيء، يعني الاقتدار موجود والمقدور غير موجود. ثم في الجنة يعود الاقتدار والمقدور، ففرق بين الاقتدار والمقدور أو التأتي والمتأتى. نعم. طيب. يقول وإنما يقع هذا الغلط لمن ينظر في المعاني من الألفاظ فيرى توازن لفظ المعلومات والمقدورات من حيث التصريف في اللغة فيظن أن المراد بهما واحد، هيهات، فلا مناسبة بينهما البتة.
ثم تحت قولنا المعلومات لا نهاية لها أيضا سر يخالف السابق منه إلى الفهم، إذ السابق إلى الفهم إثبات أشياء تسمى معلومات لا نهاية لها، وهو محال إثبات، يعني أن يكون تحت الوجود، يعني قد ثبت ووقع، يقول هذا مستحيل. نثبت معلومات يعني وقعت ووجدت في الواقع تحت الوجود وهي لا نهاية لها، يقول هذا مستحيل، لأن الوجود محصور واللا نهاية غير محصور، بل الأشياء هي الموجودات. نعم، إثبات أشياء، الأشياء هي موجودة وهي متناهية، ولكن بيان ذلك يستدعي تطويلا. طبعا أظن يعني شرحناه قبل قليل، يعني نقول معلومات الله الفعلية حتى لا نهاية لها، لكن ليس كلها موجودات، يعني الله يعلم كما قلنا ما كان هذا موجود، ما يكون الآن موجود، ما سيكون ليس موجود، لم يقع تحت الوجود حتى الآن. نعم، ما سيكون وما لم يكن، نعم هذا لم يقع تحت الوجود ولن يقع تحت الوجود، يعني الله تعالى يعلم إيمان فرعون مثلا هو لم يكن، نعم، أو إيمان أبي جهل وأبي لهب، يعلم الله إيمان أبي جهل وأبي لهب لو كان كيف يكون، يعني لو كان يا أبو جهل مؤمن كيف سيكون مؤمنا، سيكون مثل من من الصحابة مثلا، مثل فلان أو فلان أو فلان، نعم. لكن هذا لم يقع ولن يقع أيضا، انتهى لأنه في التاريخ، نعم، تبت يدا أبي لهب انتهى. فإذا لما نقول معلومات الله لا نهاية لها، يعلم الله ما كان موجود، ما يكون موجود، ما سيكون ليس موجود أصلا، ما لم يكن لو كان كيف يكون، هذا لم يوجد ولن يوجد. إذا نفس الشيء، نحن لا، هذه اللا نهاية في المعلومات لا نثبتها تحت الوجود، لا نثبتها تحت الوجود. نعم. يقول وقد اندفع الإشكال بالكشف عن معنى نفي النهاية عن المقدورات، فالنظر في الطرف الثاني وهو المعلومات مستغنى عنه في دفع الإلزام. نعم، يعني هو يقول إنه كيف أنت تساوي بين، أو نعم، كيف تقول بلا نهاية مقدورات الله ولا نهاية معلومات الله مع التفاضل والتفاوت بينهما؟ قال يكفي أن نبطل أحد الطرفين، نعم، يعني أن نبطل فهمك لمعنى المقدورات، نعم، وإن كان فهمك للمعلومات قال فيه غلط، ولكن لا أحتاج الكلام فيه لأنه يحتاج تطويل، نعم، لكن ما دام يعني غيرنا الفهم في طرف فانتهت مسألة التفاضل، مشكلة التفاضل انتهت. قال فقد بانت صحة هذا الأصل بالمنهج الثالث من مناهج الأدلة المذكورة في التمهيد الرابع من الكتاب. فقد بانت صحة هذا الأصل، ما هو هذا الأصل؟ المقدمة الثانية، كل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. كيف أثبتنا؟ قال بحسب المنهج الثالث من مناهج الأدلة التي ذكرناها في التمهيد الرابع. ما هو المنهج الثالث؟ مكتوب تحت، أنه لا نثبت الدعوة ولكن نبطل المقابل، يعني هنا ما أثبت هذا ولكن أبطل العكس، لما قال كل ما لا يخلو من الحادث فهو حادث، قال كيف نثبت هذا؟ قال لا، نفرض أنه قديم، نعم، وهو لا يخلو عن الحوادث، إذن صار حوادث لا أول لها، حوادث لا نهاية لها وأبطلها. قال وعند هذا يعلم وجود الصانع إذ بان القياس الذي ذكرناه، يعني الآن العالم أجسام وأعراض، الأجسام حادثة دللنا عليها، الأعراض حادثة هو أدخلها في كلامه، نعم، إذن العالم حادث وكل حادث له سبب قلنا ضرورية، إذن أتممنا الدليل، نعم، إذ بان القياس الذي ذكرناه وهو قوله هنا إن العالم حادث وكل حادث فله سبب، فالعالم له سبب. فقد ثبتت هذه الدعوة بهذا المنهج، ولكن بعد لم يظهر لنا إلا وجود السبب، العالم له سبب لكن من هو حتى الآن لم يظهر. فأما كونه قديما أو حادثا، السبب في وجود العالم هل هو قديم أو هو حادث، ما شرحنا شيء من ذلك. وصفاته، ما هي الصفات التي يجب له أن يتصف بها، فلم يظهر بعد، فلنشتغل به، والله الموفق وهو الهادي. طيب،
هل هناك أي إشكال في الدعوة الأولى وجود الله تعالى؟ وإياكم إذا تحبون نقف هنا أو نقرأ دعوة أخرى. نقف. هو حقيقة يعني الكلام ثقيل قليلا صحيح. نعم. في الدرس القادم إن شاء الله نكمل في الدعوة الثانية والثالثة والرابعة. قصيرة ولكن أظن الدرس صار ثقيلا. نعم. في الدرس القادم الثانية والثالثة والرابعة حتى الخامسة ممكن. نعم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.